خطوهات. إن عطيت لابد تأخذ، وإنت سالم بحفظ ذات، وإن أخذت لابد تعطي، وإنت خالد بسمو ذات. كلمة الخير الجميلة والله عالم سرها، في بوحها تجمع حوامد. خذوهات مع الشيخ سالم النعماني وخالد الزجالي، كل يوم ثلاثاء من 8 حتى 10 مساء. إن عطيت لابد تأخذ، وإنت سالم بحفظ ذات، وإن أخذت لابد تعطي، وإنت خالد بسمو ذات. خذ وهات، خذ وهات. الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء. إن عطيت لابد تأخذ، وإن أخذت لابد تعطي. الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء. خذوها الحياة، خذ وهات. ويصحبكم في الإخراج سلطان المعمري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدهم كان على فراش المرض، جمع أولاده الستة، أعطى كل واحد منهم عصا، قال اكسر. طبعا بسهولة انكسرت العصا، كل واحد كسر عصا، عطاهم 6 عصي مجتمعة. قال لكل واحد من أبنائه اكسر. طبعا من الصعوبة بمكان أن يكسر شخص طبيعي عادي 6 أو 7 عصي مجتمعة. هذا درس. أحدهم كان خارج مع صاحبة، صديقة، زميلة، الأول أساء للثاني بكلمة بموقف معين، الثاني كتب على الرمال، على الرمال صاحبي أساء لي. مشوا ربما في غابة، في مكان بعيد عن آخرين، يعني ممكن يأخذ نفسه ويروح، يعني يزعل، لا، مضطر أنه يصاحبه. فصاحبه تعثر الأول، نفس اللي أساؤله تعثر، فجاء صاحبه الثاني اللي أساءله قبل شوية أنقذه من الموقف الصعب اللي كان ممكن يعرض حياته للخطر. كتب على صخرة كبيرة صاحبي أنقذ حياتي. الإساءة كتبها على الرمال أو على الماء. تخيلت ممكن تكتبها الكلام على الرمال ولا على الماء، يعني الرمال بتستبدل برمال أخرى وانتهى الموضوع وتنمسح، بس الكتابة على الصخر أو الشيء الثابت بكل تأكيد يبقى. بمعنى لو أحيانا صار بينك وبين حد من أصحابك شيء، دائما خليك متسامح واخلق العذر أحيانا لصاحبك ليش تصرف هذا الموقف. وإذا أحد أحسن إليك أو قدم لك معروف لا تنساه، لا تنساه أبدا، لأن الحياة دوارة. تحية لكم، مرحب بالجميع على أرقامنا 2469811
واحد، والدولي لمن يتابعنا من خارج السلطنة 00968 24 6 8 2 1 8. الشيخ الحبيب دائما الرفيق في هذا البرنامج الجميل أبو محمد سالم النعماني. أبو محمد، هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحيتي لك وللمخرج وللمستمعين الكرام. ولعلك ذكرتني بالقصة، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا الله، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. بعد السلام والتحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ذكر الله محمدا بخير وحياه بالسلام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل لنا من كل صعب سهلا، ونستفتح بالذي هو خير. شكرا حقيقة، مقدمة رائعة. لكن الذي الذي يكتب على صخر هو صاحب الضمير الحي. أحسنت. الذي لم يرد العيش لذاته الله، وإنما عاش لذاته وللآخرين. الضمير الحي حيثما وجد يراقب الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان الله، أحد مشايخ العلم عند التلاميذ مجموعة، وأحد التلاميذ مميز على غيره ومقرب لدى الشيخ. الله الله. ويوم من الأيام يعني غار الناس عليه، قال كيف هذا، وتعرف الناس يعني يلا يلا وما يلا أكثر يلا الغيرة يلا يلا. لكن عندما يغار الإنسان، يغار إذا قدم شيء ويقدم للأفضل وقدم عليه. صحيح. أما إذا أنا ما قدمت شيء وريت واحد ثاني مقدم، ليش يغار؟ ترى أنا ما مقدم شيء عشان هاك من هو وصل. فقال طيب أنا بجرب أمامكم هذا الولد. إيه؟ فجاب أم خمسة، أعطى كل واحد منهم طير أو طائر. طير ممتاز. فقال اذبحه في مكان لا يراك فيه أحد. الله الله الله. كل واحد شال طير وكذا خلف وعطى شغلة خلف السكة وذبحه. فرفش الطير ويا مبرمج فرحان. هذا الولد جاب بطيره وهو حي. الله. أيوة الله. شوف درس. لما لم تذبحه؟ قال لما رأى مكانا لا يراني فيه أحد. يا سلام يا سلام. أيوة. ها؟ هذا الشخص اعتمد عليه في كل مكان، أمامك خلفك في 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 السلم في الحرب في الأمن في الخوف عند الفقر عند الغنى، كل هي حالته شخصيته موجود ثابته. ولقد حتى لو أساء إليه فهو فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا سلام. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في 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 الإحسان إلى الناس وكتبة الإحسان عندما يعملون لأجل الوطن. الله. بعد الله عز وجل. نعم. سبحان الله، الوطن عجيب. يعني أنت لو تعطى أثمانه مضاعفة لا ترتضي. الله. طبعا. يعني ذاك الرجل الذي في من 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 الثلاثة الذين نزلت فيهم براءة في سورة براءة، من الثلاثة الذين خلفوا. نعم. كما قلت لك في الحلقة الماضية، جاءت رسالة من أحد القياصرة. هي. وكان لبها يعني اللي تباه كل ما وجود عندهم والعظمة أمور إيه آخر حلاوة كذا يعني. زين زي. وجالس في السياح مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون في بعض الأحيان الأسودان التمر الأسودين التمر. صحيح. قالوا له إحنا إيش تبغى أنت، تعال بس وحين ترى واجد رسائل تجي. عاد لا دخلنا واجد. لا بعدنا تونا بادين. زين. رسائل تجي دعوات عشان زين. هناك ما يصير لعاب للأسف ويرمي ويروح بعدين يجي نادم. سبحان الله. يجي نادم محمد. سبحان الله. أي الله. إنسان يعني ترك قومه سبحان الله وظلم يعني وأهلي وإن جاروا علي كرام. الله الله سبحان الله. الله يعني يا مناس خرجوا حتى عن هاليهم زين، وقال حين كذا مستغنين عنكم وكذا وكذا، جابهم الزمان يركعوا لهم يستجدونهم. أبو محمد، في ناس تبرت في محاكم استجدون، لكن بعد متى ما يقدر بيعود جدا بيعود، لكن بعد متى صلى الله العفو. سبحان الله. هذا واحد من الشياب عنده ولدين. يا أخي الشياب حكم أبو محمد طبعا، والله احنا بحاجة للجلوس معهم.
ليش أنا أقول دائما؟ والله يا أبو محمد تعرف دائما أنا أقول تعرف الدكانية يعرفون إحنا شباب اليوم زي لا تقول لي شايب لا أقول لك هذه عند مسايدة كانت وبعض بعض المسايد لا زالت فيها والله كيف ما كانت هذه الدكانية إنزين يا أخي هذيك السماحة وهذاك اللقاء الجميل وهذيك السوالف فرايع نحيي مثل هذه الأمور الشياب الشياب عندهم شو اسمه عندهم خبرة في الحياة الله يعني عرفوا مرها وحلوها مرة كنت كذا عندي لقاء وجلس أتكلم في مواضيع فذكرت إن في المشاورة وغيرها فتقول لي إحدى الأخوات تقول ما ننسى الشياب قلت لها أنا ما لما أتكلم ما معنات إني أغفلت الشياب لأن أقول لازم العضو يكون له كذا يعني مؤهل صحيح إلى آخره لأن هناك مواضيع ستلقى عليه مطلوب رأيه أقولها قالت زي والناس لما يقرؤون ويكتبون قد صحيح على رأسي وعيني موجودين ولهم أثر في الحياة لكن في بعض الأحيان تتقدم أشياء على أشياء فإحنا من الشياب نأخذ منهم الخبرات صحيح. ونأخذ منهم الآخر شوف محمد أي مجتمع وأي دولة من الدول ما تقوم على على عمر معين ولا على مستوى تعليمي معين أي دولة من الدول تقوم بجميع أفرادها الله. والله وكل واحد يا أخي له دور في مجاله ويؤدي ومتى ما أداه أي إنسان على أكمل وجه أي مجتمع بتلاقي متقدم الله نعم بتلاقي متقدم على ذكر كل يدلو بدلوه على ذكر ما ذكرته أن الإنسان يعني يعود والإنسان دائما يحن والإنسان الله. دائما مع الجماعة صح ولا لا الله. يعني هذا الشايب اللي كان على فراش المرض وأعطى كل واحد من أولاده هذه حكمة الله. عصى لحاله وقال اكسر انكسرت بس يوم تجمعوا حوالي 6 أو 7 صعب تعرف القصة المعروفة دائما الشاه أي واحد اللي دائما يلاحقها الذيب القاصية من الغنم صح ولا لا أيوة. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذيب والقاصية من الغنم الله أقول للشباب تراهم بيدقونك أنت قبل أنت الآن إذا فتحت لأي إنسان صاحب غرض وصاحب يعني هدف يريد حقيقه في زعزعة الصف وغيره نعم في أي مكان وأنت فتحت له مجال هو بيبدأ بك أنت قبل الله أكبر يتمكن هالكلام ترى هو بيتمسكن حتى يتمكن نعم وبيطلب منك أنت وبيخليك فوق لكن خلاص ما بين الله أكبر لأن هدفه وغايته محددينها من قبل نعم. يعني يراك فمتى ما الإيد بالإيد بالإيد الأيادي مجتمعة تبني قبل لا أدخل الاستوديو اليوم كنت أسجل حلقة من حلقات لطائف عن بناء المسجد والله يا أبو محمد استغربت كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد والسلام. وبدأ هو نفسه بالعمل نعم صحيح جاء واحد من, من, من الناس عنده خبرة عن خلط الطين وعجنه يقول وانا بديت خذيت المسحة المسحة ترى من اول ما تكون موجودة بس حنسميها ببعض المسحي مسحي ما يسمونه المسحة مسحة وما شهيب معها الله انزين يقول لما اخذت بالمسحة وبدأت اخلط الطين واعجنه نظر الي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فقال قربوا له الطين فانه يعني بمعنى انه له خبرة في ذلك وهو يستطيع البناء بمعنى أن بدأوا كلهم حتى قيل أن اجتمعوا في البناء قيل 90 من المهاجرين 45 ومن الأنصار 45 وقيل 150 ما شاء الله علشان إيش بناء المسجد بناء المسجد وكل واحد لشرف أنه هو يكون له مساهمة في هذا البناء والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا أجر إلا أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجر هو قدامهم يشتغل في هذا الموضوع قدوة فإذا أنت عندما تبني تبني بأيدي الجميع صحيح أيوة لكن قد يهدم واحد مع الأسف ولذلك هنا ننتبه له والهدم على فكرة أبو محمد الهدم مو بشيول ولا بشاحنة ولا بغيره حتى بكلمة ترى الهدم داخل القلوب حتى بكلمة مع الأسف إن القلوب إذا تنكر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب أنت من تكسر زجاجة ما تتكلم لا. لذلك القلوب
الله. القلوب إذا تخالفت عاد إلا من رحم الله، عاد يحتاجون بلسم قوي. يا ساتر يا ساتر، يحتاجون رمس. لا رمس عودة بعد، رمس عودة ما يحتاج تيس أسود. ناخذ أخ جمعة. ما شاء الله جمعة. ألو مرحبا. مرحبا يا هلا يا هلا وسهلا بيك. كيف الحال؟ عساكم بخير. الحمد لله، كيف صحتك؟ الله يحييك ابو محمد، كيف حالك؟ عساكم بخير. الحمد لله، بارك الله فيك يا سيدي. الله يحييك. قصر احبك لله بالله. احبك الله يا سيدي، بارك. قصر للاذاعه بس، قصر للاذاعه يا جماعه عشان نسمع بعض ان شاء الله. قصر للاذاعه بس. تفضل تفضل اخي الكريم، تفضل. اكلم الشيخ ابو محمد. هاوي يسمعك يسمعك، تفضل. الله يسلمك. كيف حالك ابو محمد؟ الحمد لله، الله يحفظك، بارك الله فيك، غفر الله لك. الله يحييك، مرحبا بك والله. يا حي. الشيخ كنت بسألك أسئلة بس قال الحين ما البرنامج ما فيه أسئلة. لا خالد القالبي لا زال. هذا شرط الشيخ سالم النعماني من البداية، هو يبى منك، يبى منك أنت يعني ترشدنا إلى 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 ما يؤدي إلى الاجتماع، الكلمة والتآلف والتراحم. صحيح. هات ما عندك بيت شعر، قصة، هات يعني خروفة، كان ما العرب أول حافظ ميدان. ما عندي شيء. جزاك الله خير. كانت عندي أسئلة بس الحين. لا لا لا، برنامجنا ما أسئلة يا طويل العمر، ما أسئلة. شرفيني كلمتكم الحين وسلمت عليك. احنا اللي نتشرف بك. دائما نقول برنامجنا ما هو سؤال أهل الذكر، سؤال أهل الذكر. سماحة الشيخ. الله يحفظهم جميعا. فضيلة الشيخ الدكتور كحلان، وبرنامج متخصص في هذا الموضوع. زين ومحمد. زين. واحد من الشياب عنده ولدين. إيه صح، نسيت هذه. زين. واحد صغير واحد كبير. فقال تركت لكم أرضا وذهبا. تركت لكم أرضا وسأترك لكم. إيه. هو كان هاري مع التعبان. سأترك لكم أرضا وذهبا. زين. فأيكم يختار؟ قال واحد أنا أريد الذهب. واحد منهم. قال واحد أنا أريد الأرض. وزعوا فيما بينهم. اللي أخذ الذهب صغير يعني لابد بعد فترة مات. حزن الوالدان الولدان كثيرا. سبحان الله. طبعا. ثم أخذ كل واحد منهم نصيبه وبدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض. تمام. تمام. الولد الأكبر باقي هيش يعمل في الأرض، في الأرض. والصغير يعتني بها ويبذر في ترابها القمح فتعطيه كل حبة سنبلة. حلو الله. كل سنبلة عشر سنبلات، عشرات الحبوب. ما شاء الله. ويحصد القمح، يزرع موسم من تلو الآخر. وثروته تزداد يوما بعد يوم. ومرة جت ومرة حرية ومرة دك ولا لك. الله. معروف. أما الولد الصغير أو الأصغر فقد أخذ ينفق ماله كيف ما يريد، شيئا بعد شيء، والذهب ينقص يوما بعد يوم. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا. وابوي روح الذهب. خلص. خلص. لذلك هنا عندما تنظر في المستقبل، سواء الذهب الأبيض أو الأسود أو الذهب الأصفر، كيف تحافظ عليه وكيف تنفقه وكيف ترتبه طبعا، وكيف تسوي المشاريع. الله. وكيف تخلي الأجيال تتابع وراك وكل حد ما أخذ نصيبه، وكيف تستفيد من الشيء اللي موجود معاك اليوم. أحسن. وتدخر منه للبقى. يعني قضية الادخار هذه قضية ثانية. ذهب أخوه إلى أخيه الأكبر وقال له وهو حزين، لقد نفذ الذهب الذي أخذته من أبيك، أما أنت فأخذت شيئا لا ينفذ أبدا. وهل أخذت غير أرض مملوءة الحجارة والقصب؟ زين. أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب. أوف. رع الأرض. أه. وقال تراب الأرض أعطاني كل هذا. الله الله الله. قال الأخ الأصغر ساخرا وهل ينقلب الذهب ترابا أو هل ينقلب التراب ذهبا؟ غضب أخوه الأكبر وقال الخبز الذي تأكله من تراب الأرض ما شاء الله، والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض. خجل الأخ الأصغر وتابع الأكبر كلامه، والثمار الحلوة من تراب الأرض، والأزهار العطرة من تراب الأرض ما شاء الله، ودماء عروقك من تراب الأرض. يا الله. قال الأخ الأصغر ما أكثر غبائي وجهلي. لا تحزن يا أخي، كيف لا أحزن وقد أضعت كل شيء؟ إذا ذهب الذهب فالأرض تبقى، الأرض لك وأنت أولى بها. دعك من هذا الكلام يا أخي، وهي معي لنعمل بالأرض. ذهب الشقيقان إلى الأرض فوجدا القطن الأبيض كأنه ذهب أبيض طبعا، لكن ترى ذهبا مع بعض.
مع بعض. أنت اليوم جالس تطلعني كيف نكون مع بعض؟ طبعا جدا طبعا. ما قال نروح أنت، قال تعال أنت، تعال معي أنا وياك، تعال معي أنا. وما ضحك عليه؟ لا. ولا استهزاب؟ لا. ولا غير علمه درس؟ علمه درس. وقال علم. تعال نبدأ الله معاً معاً. شوف إيش الله الله. ذهب الشقيقان إلى الأرض فوجد القطن الأبيض كأنه ذهب أبيض وسنابل القمح تتمايل فوق بعضها وتلمع تحت أشعة الشمس. حلو. وكأنها الذهب الأصفر. امتلأ الإخوان فرحا وهتفا معا، يا أرضنا الكريمة، يا منبع العطاء، يا أمنا الحبيبة، نفديك بالدماء. يا سلام عليك يا سلام عليك. إيش مضبوط. يا أرضنا الكريمة يا منبع العطاء يا أمنا الحبيبة، نفديك بالدماء. عندما نكون احنا يد نعمر الأرض طبعا، نحافظ على الأرض حتى وإن ذهبت عنا بعض الأشياء، بعض المصالح قد تحدث، هذا شيء طبيعي، هذه حياة. قد يعني لكل حصان كبوة طبعا، ولكن ينهض الإنسان من كبوته ويلتحق مع بأخيه ويأخذ بحجزته وإلى الأمام دائما. أبو محمد، ما في دائما نذكر هالكلام، ما في مجتمع مثالي صح ولا لا؟ ولا فيه أيضا ناس ملائكة، ما في ناس ملائكة الله. صح ولا لا؟ في إنسان وفي بشر وفي أحيانا غرائز معينة لأمور معينة، هذه طبيعة الحياة، لكن الغالب الغالب كل النفوس طيبة الله صح الله. وكل النفوس فيها من الخير الكثير الكثير إذا وجهتها إلى الطريق الصح. وهذا الذي يجعل الناس يحسون. متى تحس أنت بألفتك بمحبتك للآخر؟ عندما تجني الثمار. الله. عندما تجني الثمار وعندما تجد الذي أنت الذي فقده الآخرون وأنت تحرص عليه. وعندما أيضا تكون لك مشاركة في هذا البناء، هذه جميلة. أما أنا أجلس على كرسي من بعيد واتفرج على الناس، لا، وما اتفرج على عطاهم ولا على بناهم ولا على شغلهم، لا، هذاك تعثر وهذاك سوى وهذاك ليش ما سوى؟ طيب أنت خليك معاهم عشان تشتغل الله قدوة، وعشان تكون معاهم إيد بالإيد عشان تبني. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدام الناس عليه الصلاة والسلام، الله، خندق في يوم أحد، نعم، في بناء المسجد، في كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، فهم يعني يمشون على هدى حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مر على 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 مكان فأحنى رأسه وحنى أحنى أيضا رأس الناقة ورجع مرة، قال ليش؟ قال الرسول إني مر وسوى كذا وأنا سوى مثله. الله 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 الله. يعني ترك في نفسه درس ما ينسى في حياته طبعا. وهكذا الأب، أنت أب في البيت، أولادك تكون أمامهم في المقدمة قدوة. أيوة. ما تقولهم سيروا زيروا أهلكم وأنت ما تزور مثلا، ما تقولهم تروح صلوا جماعة وأنت ما تروح بعيد، ما تقولهم روح المزرعة وأنت هين، قال أنا يعني أتشوف مصارعة ما لوش أقول زين زين. شوف كيف الناس يأخذون شيء عن الشيء. صحيح. كتب الذين مضوا عن الأوطان ولقد فدوا بالروح والأبدان، كتبوا القصائد أبدعوا في نظمها والبعض زاد بصادق الوجدان. يعني حلقات في سلسلة، في تواصل. أيوة، حلقات في سلسلة. أنا أحب وطني ليش؟ لأن أبي كان يحب وطني. الله. يعني أنا أتذكر إحنا في الطابور في الصف الأول والثاني الابتدائي والثرى سوى النشيد هيك الأيام، بلدي عمان حيوها، بلدي أيوة أيوة بلدي أيوة يا محافظنا بلد الخيرات. أيوة أيوة بالضبط بالضبط. تسلم يا قبوس يا حبيبنا. الله الأخوة المصريين حفظونا. نعم نعم صحيح. كان احتفال في بالعيد الوطني طبيعي. الله الله الفطرة اللي تقدر تسوي. وهي تعرف كانوا يدربونا قبل بعشرين يوم أو أسبوعين جاهزين. تعرف هين كنا تحت الغافة اللي سيار المدرسة يضحك سلطان عجيل. كتب الذين مضوا عن الأوطان ولقد فدوا بالروح والأبدان، كتبوا القصائد أبدعوا في نظمها والبعض زاد بصادق الوجدان، والبعض زاد بأن حب بلاده فرض عليه بشرعة الرحمن. الله. أيوة الله. الدين هكذا يعلمك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني
حفر خندق كبير وخد عليهم فترة. ليش حماية الوطن؟ عشان يحمي كل حد داخل الوطن. يهود موجودين، منافقين موجود، أحسن زين، مشركين موجودين، أحسن. ما قال لا قدروهم وروهم سووا منيها، لا ليش سووا منيها وذنك شاور، لأنهم موقعين عهد معه صلى الله عليه وسلم، موقع عندهم عهد يعني ميثاق المدينة، بحيث يستظلون بظل العدالة الإلهية كلهم. 14 قرن 14 قرن ومن بداية الدعوة عليه الصلاة والسلام بنى مجتمع قوي طبعا، وقوي بإيش؟ بتسامح عليه الصلاة والسلام. كان ما قوي ما واصل لليوم. الله أكبر. الله أكبر. ولم في البداية لم يفرق، وذكرنا أمثلة كثيرة ومعروفة للمستمع الكريم كثير من هذه الأمثلة. وكان ينصح بإيش؟ باللين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، الله ولا يشهد الدين أحد إلا غلبه، بشروا ولا تنفروا ويسروا. يعني مرة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أطال الصلاة في الصلاة بالناس، كان إمام، فبعض الصحابة قال لا أتريد أن تكون فتانا يا أبي؟ الله أيوة تصلي بالناس بتفتن الناس، الحين يمكن واحد فيهم ضعيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش؟ لأن صلاة الجماعة فيها المحبة، فيها الوفاء، فيها الأخوة، فيها الصدق، فيها الولاء، فيها التعايش. يا جماعة أنا مستغرب، مجتمع مصغر، كيف أنا أدخل مسجد وقلبي حقد عكس ما ما لا. ما أظهر؟ يعني إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطيل ما شاء. يوم تصلي أحدكم به بروحك، روح قاعد الفجر نعم صحيح، ما أريد أذكر لك قصص خلي زين، لكن يوم تصلي في الخلق لأنك لازم تراعي مشاعرك صحيح، ولي على كراسي عشان يوم لكي لا يخرج أحد وفي نفسه شيء عليك صحيح، ولا واحد بيرد لك بعد ما تسلم ينازعك ريوني عنت ريوني حق زين. في على 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 ذكر يعني عليه الصلاة والسلام، وانت تذكر ابو محمد دائما في وهو في مجتمع معه، وهذا ما يعني مع البداية الحقيقة، مع بداية دعوته، مختلف الأعراق والديانات في هذاك الوقت، وتعامل هذه المعاملة الطيبة. المسلمين حكموا الأندلس لفترة طويلة صح ولا لا؟ نعم. ما بقول لك بعض الأشياء ما قيلت ما بعد حكم المسلمين للأندلس. طبعا الشعراء العرب كتبوا ما كتبوا الحقيقة من أشياء، يعني كيف يتأسفوا على أنهم تركوا. المهم، من كان يعيش في الأندلس في ذلك الوقت؟ من كان يعيش؟ نعم. تعال اسأل إلى اليوم كيف كانت معاملة المسلم للآخرين. الله، معاملة فيها من الدروس الكثيرة. ذكرت لك أبو محمد أن أحد العلماء لما ذهب إلى دولة غير مسلمة فدعا الله لهم، وكانت فاستجاب الله دعوتهم فأسلم. خالد الشكيري يسلم عليك أبو شيخ، زميلنا العزيز قدم السلام. البرامج الرياضية يقول جاي خصيصا عشان يشوفك ويسلم عليك. عليكم السلام ورحمة الله. سلطان قال للفاصل بعد 9، لا خلينا ناخذ فاصل الحين بس عشان يدخل خالد، فاصل قصير ونتواصل معكم إن شاء الله في برنامجنا، ويكمل الشيخ أيضا قصته. ترابك المعسول في قلبي ووجداني، فأنت ملاذ أشرعتي وأنت الروح يا سكني، عمان الروح يا وطني ويا نغما يناشدني، أتيتك يا شفا الروح ويا حبا يواسيني، عمان الروح يا وطني ويا نغما يناشدني، أتيتك يا شفا الروح ويا حبا يواسيني، ترابك عطر أنفاسي وحبك نبع إيماني، ترابك عطر أنفاسي وحبك نبع إيماني، فأنت ملاذ وشرعتي
وأنت الروح يا سكني، فأنت ملاد أشرعتي وأنت الروح يا سكني. عشقت ترابك المعسول في قلبي ووجداني، فأنت ملاد أشرعتي وأنت الروح يا سكني. عشقت ترابك المعسول في قلبي ووجداني، فأنت ملاد أشرعتي وأنت الروح يا سكني. الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، خذوها الحياة خذ وهات. خذوهات عبر إذاعة الشباب، نتواصل معكم. أرقامنا 24689151 والدولي 00968464698218. معجبينك لين الاستوديو يجوك أبو محمد، ها؟ جزاهم الله خير، بارك الله فيهم. أبو تركي شخصية جميلة، أستاذ خالد، أخلاقكم، كابتن، كابتن خالد، أخلاقكم العالية، الله يسلمك، الله يبارك فيهم. زين، هين وصلنا؟ إيه، فدعا الله تعالى فأمطرت السماء، إيه، بإذن الله عز وجل، فأسلم الملك وأسلم الملك. الله، هذا واحد من المسلمين، رايح إلى منطقة أخرى، أيوة، صحيح؟ غير مسلمة، غير مسلمة، في المغرب، أيضا المغرب العربي بداية سن، أيضا أقيمت دولة هناك، أيه، 100 عام، صحيح، لعبد الرحمن، سمى بالدولة الرستمية، بالضبط، لعبد الرحمن بن رستم الفارسي، هو من فارس، نعم، ولكن كان في البصرة، عاش الله أم هناك، وبعدين راح المغرب. فما قالوا له أنت غير عربي أو غير، لا خلوه رئيس عليهم، الله الله، عشان الدين ينصهر فيه، مثل ما قيل لسلمان الماضي، إيش كنا نقول عن سلمان، سيدنا سلمان الفارسي، سلمان من آل البيت، عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، لأن أي منزلة، كل واحد قال يريد معنا، هو جاي يسمونه فهم، يعني أحد كتب عنه في كتاب رجال حول الرسول، تحت عنوان الباحث عن الحقيقة، الله، هذا كان مجوسي، وبعدين استوى نصراني، وبعدين استوى يهودي، وبعدين آخر شيء يهودي يعمل عند أحد اليهود في المدينة. فلما أبصر النبي وعرف علاماته، نعم، كان يتحين فرصة يشوف خاتم النبوة ويشوف بعض الصفات أو الأوصاف عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في التوراة والإنجيل. بعدين قام يقبل يديه وسلم. الله الله. فأسلم سلمان وجاء بخيره، عندما تقدر الذوات، وعندما تعترف بالآخر، هذا نبي عظيم، وأي منزلة، يأتي وحي السماء من آل المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني يتقبل الآراء من إنسان غريب جاء. فأشار إليه بحفر الخندق الذي حميت من خلاله المدينة المنورة، حتى تفاجأ المشركون، يا ربي ايش مستوي يومني، الله الله، بندخل كالواجي تمت الفرس ما تقدر تدخل الخندق، يا الله. بمعنى ان ابو محمد المسلم يستفيد من اي انسان. اذا بلغك عن اخيك شيء تكرهه، نعم، فالتمس له العذر، فان لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر لا اعلمه. الله، هذا واحد يعني يعني من 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 الناس اللي معاصرة لأمور كثيرة. كيف إذا سمعت أنت من إنسان كلمة ففسرها على أحسن، احملها على أحسن المحامل، لأن قد يكون كلمة يعني أو تبدر منه كلمة فلتت لسان أو لظرف فيه، وبالتالي لا تحملها عليه، لو حملت عليه دخل. وأنت كل مرة قلت لنا قصة أنه كان يظن الكلام هو كان قاصد غيره، الله، فتلوم قال أنا ما كنت قاصد، يا ريت أني يعني اللي سويته ما سويته. الله، إذا سمعت كلمة تؤذيك إيش تسوي أبو محمد؟ فطأطئ لها حتى تتخطاك. الله 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 الله، اسمع مرة ثانية أبو محمد، إذا سمعت كلمة تؤذيك فطأطئ، يعني نزل عمرك لها حتى تتخطاك.
عمر بن الخطاب الفاروق. الله 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 ايش هذا الكلام؟ ترى سيدنا عمر يقول من راينا فيه خيرا ظننا فيه خيرا وقلنا فيه خيرا وتولينا. من عاشر الناس، شوف محمد، من عاشر الناس بالمسامحة زاد استمتاع بهم أبو حيان التوحيدي. الله، اسمع هذا الكلام الجميل. الله. احنا وين موجودين؟ موجودين صحيح، الموجودين. ولذلك نحن نقول للناس تفضل بالزيارة في عماني تجد أفعال أحرار الرجال. لا قل لي يا مرة ثانية يا محمد. تفضل بالزيارة في عماني تجد أفعال أحرار الرجال. الله الله. إيه فما شاء الله الحين كل واحد زارنا خرج بفكرة متغير 180 درجة. صحيح. أي إنسان. وعلى فكرة أنا أتمنى ونذكره دائما أبو محمد، أي كلام طيب أنا أتمنى ما يهزنا ولا يأثر فينا، وأي كلام سيء أيضا مثل ما قال سيدنا عمر نطأطأ عنها الرؤوس. الرؤوس الله تعالى ضرب مثل بالكلمة الطيبة وبالكلمة الخبيثة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. في السماء. المؤمن مثله كمثل الشجرة. كمثل النخلة. نخلة. أيوة. إحنا المفروض كل واحد منا كأنه نخلة يستوي. بطول وعنفوان. ونفعه. ونفع أحسنت. لأن شيء نخيل طوال ما. عوانا. طويل طويل ما طويل. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مرة مع الصحابة. قال إن من الشجر لا شجرة. أخبروني ما هي. حدثوني عنها. نوع من إيش من القصص. أيوة. كذا فقال يعني فوقع الناس في شجر البراري كل واحد يقول هي كذا وكذا. عبد الله بن عمر كان من ضمن الجالسين وكان في المجلس أبو بكر وعمر كبار الصحابة، فيقول استحييت أنا عرفت أنها النخلة. شوف كيف شوف 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 الأدب شوف الأدب شوف تقدير الآخرين طبعا والكبار. شوف إن الإنسان يتضاءل مع غيره. صحيح. مع من هو أكبر منه. جميل. ما معناته ان يتضاءل؟ عجبتني عجبتني يتضاءل يحترم يقدر من الاحترام والتقدير. أيوة. الاخر انا امشي مثل الطاووس ادفوع وطلع انزين. لا لا ولا تمشي نوب مثل الحمامة. لا زين صبرت عيونك من اللي صبرت. لا مرة شاف سيدنا عمر واحد ماشي ومنكسر قال ايش قال له؟ امت لنادينا نواتك الله مش عليكم فتح عيونك. مازن. السلام عليكم محمد. سلام يا مازن، يا اهلا وسهلا بك، كيف حالكم؟ الحمد لله. الله يعطيك الخير والسهالة ان شاء الله. معك مازن يشكيلي من فريق مصنع التطوير. والنعم والنعم يشكيلي، كلمتنا مرة وحييناكم على جهدكم الجميل يا مازن. أكيد أكيد أكيد. وندعوكم إن شاء الله الحين في معانا ملتقى الإبداع الثاني في منتجع ميليون بإذن الله. خبرنا الشيخ سالم، كان الشيخ سالم قالوا المشغول ما أعرف لا تتصلون فيه اليوم عشان باكر. الشيخ سالم تتصلون فيه قبل 6 شهور. دفتره متروس دفتره متروس. لا لا ما شاء الله لكن ما بيقصر بيكم بيكم يعني. بيكم انتم مستمرين ان شاء الله بعطاكم بإذن الله. كيف اخباركم؟ تمام تمام الله يبارك فيك يا مازن. اخبارك؟ الحمد لله بارك الله فيك يا مازن. كيف امورك؟ الحمد لله. انا اسف يعني انتم طلبتوا لكن كان عندي مواعيد شرقية ان شاء الله. اكيد اكيد مقدم من الجمعة حتى الاحد. ما شاء الله ما شاء الله ثلاثة ايام كلها. ما شاء الله ما شاء الله. هاي ما قبل رمضان ما قبل رمضان. ايه ما شاء الله. حياك يا مازن. موضوعكم الليلة يا ابو محمد. لا موضوعنا لازم تسمعنا ما يستوي يا يتسألنا الحين بعد ساعة. المسجد شوية. موضوعنا كله عاود. كله نتكلم موضوعنا اللي بدأنا وهو هذا موضوعنا في حلقاتنا أيضا الاجتماع على الحب وعلى المودة وعلى التصافي وعلى التسامح وعلى العطاء. وأنه نكون دائما إيد واحدة متكاتفين، ومتى ما اجتمعنا وإحنا إن شاء الله دائما مجتمعين على الخير نبني ونعمر ونستمر في عطانا إن شاء الله دائما. ما
ما شاء الله. انا بامانه ابو محمد انا يمكن طلعت من مسجد الحين وطالع من البيت فوق السوق تقبل الله. واول ما سمعت اول ما سمعتكم قلت يعني سبحان الله جهاجس في نفسي لازم اني اتصل فيكم. نتشرف يا مازن نتشرف الله يسلمك. هذا الشيء نفسه اللي هو التآلف والتقارب وتجميع وتأصيل الروابط الاجتماعيه في المجتمع العماني وبين اخواننا وشبابنا وايضا بين تقريب العلاقات بين المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الاهليه وايضا الفرق وكذا. احنا عملنا في هذا الشيء في ملتقى الابداع الثاني ان شاء الله من تاريخ 24 الى 25. ممتاز. هذا الشيء طبعا راح تكون احنا معانا مجموعه من الفرق التطوعيه مجموعه من ركن الابداع والابتكار للاطفال. طبعا بيكون في ركن خاص اللي هو ركن اطفال مساجدنا يا ابو محمد. ممتاز هذا ايوه استاذي ممتاز اقول لك ممتاز يا مازن ممتاز. هذا الركن راح يكون في تعليم تدريب الاطفال على كيفيه ترتيب المسجد المحافظه على ادواته بيكون في مجسمات حقيقيه للمسجد ان شاء الله. ايضا راح تكون هناك ورش عمل تدريبيه للاطفال خاصه للاطفال لان النقش في الصغر العلم في الصغر كالنقش صحيح أيوة. صحيح. فاحنا المستهدف في هذا الملتقى هم الاطفال كيف ندربهم على المساجد خدمه المساجد بمنظور او هدف فريقنا اللي هو فريق المصنع التطوعي لخدمه المساجد يا محمد. مشكور يا مازن وهذا هو العطاء وهذا هو يعني يعني الدور الجميل لشبابنا. يعني هذا الان دوركم في المصنعه في ادوار اخرى كل اليوم كل ولايه من هذه الولايات مجموعه من الشباب الحقيقه وايضا خواتنا لهم ادوارهم الخاصه ايضا في وبناتنا في الجمعيات او غيرها. شكرا جزيلا يا مازن. تسلم الله يسلمك الله يعطيك العافيه ان شاء الله الله يبارك فيك ويسلمك. حلو ان شبابنا في الميدان هكذا وحلو ان كل واحد له مثل هذه الادوار ومتى ما في واحد يتشابه احيانا مع الاخر في ميول معينه احيانا لكن احيانا انا والله احب ان اكون في هذا المجال انا احب ان اكون في هذا الميدان ما عليه بتلتقي بزملائك اللي بنفس مجالك الله وانطلق الله ما في شيء يأخرنا على أساس أن احنا نكون متكاسلين عن العطاء أبو محمد. يعطيك كم حلقة اليوم سجل قايل لك لا تسجل وايد بالحلقات ها خلنا ناخذ عبد الله اشرب ماي عنا باك حق رمضان لا عبد الله الوهيبي هلا كيف حالك مرحبا اخ عبد الله يا اهلا وسهلا بك كيف اموركم ان شاء الله طيبين الحمد وخير. لله بخير الله يعطيك الخير ان شاء الله والسهالة الله يعافينا ويعافيك حلقتكم جميله وكلابكم جميل وبصراحه مثل هذه الجلسات الطيبه الانسان محتاج لها اساس يوعي المجتمع قيمه التسامح وقيمه الاخاء وقيمه المحبه بارك الله فيك يا حبيبي احنا نستفيد من ارائكم ومتابعتكم الله يبارك فيك الله يخليك وانا عندي حقيقه مقترح يعني ايضا للشيخنا الفاضل تفضل هو انه انا يعني شايف مساجدنا الحمد لله رب العالمين دائما عامره وكذلك يعني أراضي المساجد أيضا فيها أحيانا كثيرة محلات تجارية وإلى آخره أنا أتمنى أيضا يعني أنكم تقوموا أيضا توعوا أهالي المنطقة هذه أو الأشخاص لأصحاب المساجد هذه أن المحلات هذه تؤجر لأولادنا المحتاجين من أهل المنطقة فكرة إيش من بعد خير يعني لطالما أنا عندي خير وعندي شيء وهذا مسجد وهذا والدي داخل في نفس المنطقة محتاج ليش انا بعطي انسان اجنبي من برا صح ولا لا؟ انا اتفق معك الاقربون اولى بالمعروف اتفق معك يا عبد الله اتفق معك رائع الاقربون اولى بالمعروف يا استاذي وانا والله العظيم ما كتبت عليك هذيك المره رحت مصدق وتقابلت معهم وحصلت مسجد من المساجد هني وخبرتهم قلنا المسجد هذا فيه اكثر من 20 دكان 20 والله ما 20 دكان في ذاك المسجد قلت لهم هذه 20 دكان سوايات وبياخذهم فلان وفلان وفلان اللي بياخذهم ما من هني عطوهنا أولادنا من أهل المنطقة ذاك الرجال مسكين فاتح دكان هنا والحين بيفتح الأجنبي دكان وبينافسه ما يقول لأنه هذا بيقطع باب رزقه اللي هنا بس تقدموا شبابنا طيب هل تقدموا شبابنا أنا أقول لك إياها بصراحة كيف ما حصلت وجهة أبدا لا 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 حتى وبشيت عند الشخص هناك مسؤول المساجد نعم ويقول اكتب رسالة بتلا يقول لي هين صوب المكان لا وبعد المسجد في مخالفة يعني الرجل هذاك إمام المسجد الله يهديه بانينا بدون موافقة وزارة الأوقاف ورغم هذا والله هناك اللي موجودين في وزارة الأوقاف ما حد فيهم قال لي هي المسجد
تعال نروح معك بنشوف المكان يشوف هذا المسجد كيف بنا 20 دكان. هذا موقف ربما فردي, لكن احنا نعرف ان في موقف فردي. نحن الحمد لله ما شاء الله مشايخنا لا 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 بالضبط. وانا انا اكد لك اخي عبد الله اخي الكريم, يعني هذا من موضوعنا طبعا, لكن احنا الشيء بالشيء يذكر. انا ما اعتقد لو تقدم عماني ابن البلد عشان يستاجر دكان بيقولوا له والله لا لا تتقدم. قدم يا خالد, قدم يا سيد بالضبط ونافس يا اخي. ونعرف الرجال من نفس المنطقه. لا انا اتكلم بصوره عامه, انا اتكلم بصوره عامه, انا اتكلم بصوره عامه, انا اتكلم بصوره عامه. انا اتفق معك ان هذه المحلات نعم لابد ان يديرها اولادنا ويديرونها مجموعه من شبابنا, واحنا نعرف ان في مجموعه من شبابنا عندهم من العطاء الكثير والكثير اللي ممكن يساهم ويشارك. والله يا استاذ ب20 ريال ما يجيب دكان, ب20 ريال 20 وحال اخرين وحال اخرين وحال اخرين وفي المنطقه يقولون 250 ريال. خبرنا انت كيف عندك الوضع. عندك ما يجوز يعني خيرنا في اولادنا فيهم الخير والبركه ومشايخنا الحمد لله اجلاء وار يمكن مثل ما قلت استاذ. لا فردي فردي والكل يعني. يا سيدي الكل يحط ايده في ايد الاخر عشان نبني صح ما اعتقد صح. واذا في شويه يعني احيانا بعض الاشياء اللي يشوفها بتصرفات فرديه ترى هذه ما نقدر نعممها نهائيا. لا 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 ابدا ابدا. بارك الله فيك. نحن هذه فقط مبادره خير للاخوه مثلا للسكان في نفس المنطقة. نعم. يعني باب خير يفتح لهم رزق يعني. صحيح. ولطالما الموضوع الألف الألفة والمحبة. الله. فالمسجد المسجد هو أساس المحبة أساس الألفة. طبعا. فلما طبعاً. أيوة لما يجي مبادر شيخنا فاضل شيخنا من شيوخ لقل الأفاضل إنه والله هذا إنسان فقير وما عنده إلا مشي وتعال أبوي استأجر من المسجد نجر المسجد بـ30 أجر بـ20 حال ولدنا وحال هذا الإنسان نساعده إنه فينا صح ولا لا. صحيح صحيح. بارك الله مشكور فيكم. مشكور يا عبد الله. أحسنت الله يحفظكم إن شاء الله يحفظ شيخنا. الله يبارك. آمين يا رب. بتعقب محمد افتح لنا باب بس لا. باب جميل الحقيقة عبد الله. إيه؟ ترى أنا لست موظف إلى أوقاف. أه؟ أنا موظف الجامعة. لكن لا لا بصورة عامة أنا أتكلم الإخوان في الأوقاف جزاهم الله خير قائمين بدور صحيح. وأيضا إحنا نتكاتف يعني أنا دائما أطالع في نشرات في أحد الصحف كلنا شرطة. الله. بمعنى أنه تحمل مسؤولية طبعا جميعا. الله والإنسان المؤمن مرآة وأخيه نبصرهم إخواننا وزملائنا ونخبرهم أن هذا من الأولى. والحين الحمد لله بتكون في المساجد إن شاء الله وبعض المساجد بدأ فيها لجنة أمناء تكون من 5 أشخاص حلو من يعني يديرون المسجد وما في المسجد. فهذا بتكون ومتى ما كانت في احنا نتمنى أيضا شبابنا يتحركوا ويستفيدوا. نبادر نبادر وزيارة شو اسمه ما رأيناه في الله ذلك المكان الطيب الله في واحد المعرفة رائع حقيقة يستحق نخصص لحلقة. لا احنا جايين مركز تدريب حقيقة والاحتضان هذيك الورش الجميلة والله يعني جالس اتخيل اني في المدينة البليدي صحيح راسي اخذ راس ولو هذيك الهمة يعني محاكاة الواقع رائع تصور حقيقة اتوقع يعني ناس كذب يعني يكسبون يعني الخير موجود. واحد من الشياب يقول لي يقول اي شيء بس احتاج همة حتى لو تجيب حصى وتغسله وتنظفه وتروح تعرضه في السوق بيشتروه علما بين الحجارة متروسة الدنيا بس هو بس انت منظفنا ومرتبنا وعارضنا بشكل حلو شيء حصى واجد لكن بيشترون ذاك الحصى لأنه منظف ومترتب هو صحيح صحيح صحيح. فإن شاء الله الشباب احنا ما أظن أنه لو قشاب متقدم وكذا إن شاء الله بيكونون مع الإخوان جميعا وعند الرغبة الحقيقية والناس للناس بالضبط من بدون محاضرة هو كذا هي الناس للناس إن شاء الله. عمر إن شاء الله. الإنسان محمد لو عزل عمره والتصرفات الفردية لا 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 لا, 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 لا يقاس عليها ما لها علاقة متى ما حطينا إيدنا بإيد بعض أيوة الله يا الله جماعة نبني الله ما في بناء يعني خلينا اليوم نضرب أمثلة بقلاعنا وحصوننا وأسوارنا من بالنا من أو الجن
اسمع انت بعض ما زون يقولوا ما يشوفون قلعتنا زون مايلة شوية. أو واحد قال لي يا بلي جت يعيش والله حكاية ترى يا جماعة في 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 كثير من الأشياء أحيانا أبو محمد أحيانا في 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 الموروث في الموروث وايد حكي ترى والله. فمحتاج إن الواحد رجال رجال عمال نعم ولا كيف رجال نعم ولا وما بنى واحد أبو محمد إيد بإيد إيد بإيد. اسمع خلنا أزيدك بشعر بيت قول. والبعض زاد بأن حب بلاده فرض عليه بشرعة الرحمن، فإذا قتلت مدافعا عن تربه كنت الشهيد بسنة العدناني. والبعض يشتو ذاكرا إنعامهم من نشأة أو لعبة وأماني، أو يذكر النبع اللجين وسقيه وخلوصه للقلب والشريان، حتى تغلغل حبه بدمائهم وقلوبهم نبضت بحب حاني. الوطن الوطن هذا أصبحان. إيش نقول واحد من أين أبتدئ الحديث عن الوطن؟ ولمن أسوق حكاية الذكرى؟ لمن من أين؟ والأمجاد تشرق في دم نورا من الذكرى وتختصر الزمن. يا سلام إيش يا سلام يا سلام إيش هذا نظام الشباب ها؟ موجودين والله موجودين نعم أكيد. أنت القصيدة تكتبك أنت أنا لما سمعها قال زدقالي شاعر ما جاب إلا تورطت يا أظن القصيدة تكتبك أنت. زين من أين أبتدئ الحديث عن الوطن؟ ولمن أصوغ حكاية الذكرى؟ لمن من أين؟ والأمجاد تشرق في دمي نورا من الذكرى وتختصر الزمن. من أين؟ والإيمان يجري نهره عذبا ويغسل عن مشاعرنا الدرن. عن مشاعرنا هيش درن هذه الله الوطن حب الوطن هذه خليني أنا وأنت فلان وفلانة ومن يسمعنا أن ننسى كل شيء اسمه أنا. الله أنا ما يعجبني أقول أنا لا أنا لا. وأنا أنا مزناق الطنا ومن خلقتنا لا كمل لي هذه أنا أنا مزناق الطنا ومن خلقتنا أنا 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 بما قدمت. أحسنت. ولا وما أنت تتكلم عن نفسك أبو محمد لا بشو اسمه باسمي أو بأنا الآخر. ليش اللي قدمت سيعرفه الآخرون. اليوم أنا بسألك سؤال يعني كثير من الأشياء اللي اليوم نشوفها في بلادنا على مدى تاريخ الله أحيانا في بعض الأشياء ما نعرف من اللي بناها ولا من اللي سواها وما اللي من اللي عملها صح ولا لا. بس روح 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 رايحة المعرفة وبتحصل هناك مؤسسة محاكاة الواقع. أيوة وبيدخلونك في مدينة أنت عمرك ما دخلت ما حلمت بها. صحيح. أنت شفت العرض اللي قدموني إياه عن جامع الأكبر؟ لكن في الآخر ما قدرنا نمشي. عند راس ويتطفوق وشدي. أحكي شيء غريب. من أين جاء هذا؟ علم. جاء من 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 إحساس بالمسؤولية. الله. أنت لما تجيب شاب وهذا اللي اسمه وتهيئه وتحتضنه حتى توقفه على رجليه. ما الذي سيذكره عنك؟ كل خير. وما الذي سيكتب لك التاريخ؟ الله. أنك أناني؟ كلا. لا. كلا. نعم سيكتب لك كل صفات انك انت اعطيت. ولذلك سبحان الخالق يعني الشريعه الاسلاميه ابو محمد يعني انت وقت كلمتنا عن المدينه وعن مجتمع المدينه وغيره وغيره حاولت تبعدنا عن كل شيء يؤدي الى 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 الشقاق والاختلاف. نعم لان لو اختلفنا ما بنبني. لا وإذا اختلفنا ما بنحافظ على البناء. والشواهد كثيرة في. وإذا اختلفنا بنمكن غيرنا ليهدم ما بنينا. الله أكبر. عاد إذا مكننا غيرنا ليهدم ما بنينا إحنا عاد التاريخ ما بيرحمنا. أجيالنا لأن قلعنا عيننا بعيوننا بيش. بأصابعنا بأنفسنا. إن شاء الله لن يكون. يعني استغربت. لن يكون. لن يكون. وأنا أقلب بعض صفحات بعض الكتب كيف كيف يعني. الأمة الإسلامية كيف النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم بعد ما كانوا نعم. أمة شرذمة تخطفهم الناس. صحيح. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات وصاروا أمة أمة وسطة. نعم وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. الله
وفيها من القوة بعد إيش؟ الله. بعد انكسار أبو محمد. نحن الأولون الآخرون السابقون يوم القيامة. هذه مزية عجيبة. صحيح. ومع الأسف مرت طبعا الأمة الإسلامية بانكسارات، لكنها لفترات معينة فترجع قوية مثل لأن العالية. الأساس متين. متين. أيوة. فنحن عندما نأسس عصر كل عصر وله. ولكن نحن دائما نسعى ليش أن يكون عصرنا، أن يكون العصر الذي نحن فيه خير من عصر المضى. صحيح. ونتهيأ لعصر وحتى يذكرنا أحفادنا وأحفاد أحفادنا على أننا ننسى ما بناه أجدادنا. أحسنت. لأن لو نسينا ما بناه أجدادنا سينسى أحفادنا ما بنيناه. طب. والأمة الأمة الأمة الإسلامية يا أخي ما أعرف مرصودة أبو محمد، مرصودة. وأحيانا يعني ربما يعني بس ينتهز الفرص في الآية للإضعاف. ما عليه، هذا ما شماعة عشان الآخر والآخر، لا، هو أحيانا العيب من البيت الواحد أبو محمد. أحسن. أحيانا البيت الواحد شيء الحين إيه؟ ما نخفق في شيء نقول إبليس يا أخي. شوف إبليس عشان تشيل عنك يا أخي، هذه أفكار جاءتنا من 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 زين، ليش ما عند... ليش ما نسوي مشخل؟ أحسنت. ليش ما نسوي فلتر؟ حتى في بيوتنا فلترات. نعم. في الماء هي. تقدر تأكل العيش أنت برياني بدون مشخلة؟ لا. مع احترامنا لكثير من الأشخاص، يا فلان منين قال هذا نقاعتنا وهذا؟ لا يا أخي فلترها، انتقي، خذ أنت ما 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 تستطيع يعني ممارست في واقعك بين قومك بين أهلك. والله إيش تتوقع مني يعني لابس لي نص نص ساقة بس لا تكمل ومسوي لي وسنيس له كوبوي ماشي والشعيرات ودمجي بعد الدنيا بيقولون شياف حلق في الدنيا أبوي من أنت منزل ميوم صاحبك أكبر صحيح يعني حتى في اللباس لما تتحدث عن لباس كنت أقولهم لا ترتدي لباسا يعيبك فيه الحكماء ويزدريك فيه السفهاء. فكل هذه إذا ما نلوم، خليك وسطي، إحنا ما يعني ما نلقي اللوم على الأخير عشان نبرر لأنفسنا. ونحن نقول إحنا 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 بخير بس الآخر هو اللي لا. مؤذينا لا. لا لا. طيب إحنا نصلح بيتنا في البداية. ترى الآخر وجد وسيلة. أحسنت. أو وجد درب. لكن أنت لما تكون تحصن ما حد بيستطيع. نرجع للشايب اللي على فراش المرض يوم عطى أولاده كل واحد بس عصا، كسرها ولا ما كسرها؟ انكسرت. كسروها لأنهم متفرقين. أحسن. ولذلك إيش يشوف؟ أنا ريتك تشوف الآيات هذه من سورة الحجرات وشوف الأشياء أو الأسباب التي تجعلني أنا وياك خالد زديالي ما نتلاقى في طريق. لا لا. أيوة. ما نتلاقى في طريق. وإذا تلاقينا كل واحد بيقبل على صوب. يا ساتر. ليش تعجب؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. طبعا. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بالألقاب. بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. شوف الرسالة. شوف من كم؟ لا يسخر قوم من قوم. سخرية لأن قد يكون مسخور منه أحسن من الساخر. طبعا. يعني أنت لما تسخر من شيء من إنسان له موقف في الحياة له قدم ستحبطه. طبعا. انتهيت ينتهي ستحبطه وبالتالي عاد ما بتقوم لقائمة. ولذلك قاتل جاء في سورة الحجرات صريح الآية عاتب أيها لا يسخر قوم منكم عسى يكونوا خيرا منهم ثم تقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. بكمل بعد الفاصل. إن بعض الظن إثم. هاته فاصل ونتواصل في خذوهات عبر إذاعة الشباب. أكبر صالة عرض في سلطنة عمان للمواد الصينية الشهيرة ACC Mart يقدم فرص شراء أكثر للحصول على فرص ربح أكثر من 1 أبريل إلى 31 مايو. احصل على 50 ريال عماني عن كل عملية شراء بقيمة 500 ريال عماني. لا تفوت الفرصة. اتصل الآن على 244-88-141 الخويط مسقط. ايه يواب الله يواب حياة
الحلوى بها طعم اللذيذ يحبها صغير وكبير حلوى الديوانية أكيد يعرفها كل السامعين عنواني للذوق الجميل وتراث للشعب الأصيل من ذاقها يطلب مزيد حلوى الديوانية أكيد الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية إذاعة الشباب من سلطنة عمان خطوهات إن عطيت لابد تأخذ وانت سالم بحفظ ذات وان اخذت لابد تعطي وانت خالد بسمو ذات كلمة الخير الجميلة والله عالم سرها في بوحها تجمع حوامد خذوهات خذوهات مع الشيخ سالم النعماني وخالد الزجالي كل يوم ثلاثاء من الثامنة حتى العاشرة مساء إن عطيت لابد تأخذ وانت سالم بحفظ ذات وإن أخذت لابد تعطي وانت خالد بسمو ذات الحياة أخذ وعطاء الحياة أخذ وعطاء الحياة أخذ وعطاء الحياة أخذ وعطاء خذوها الحياة خذ وهات وبصحبتنا أيضا سلطان المعمري عبر إذاعة الشباب خذ وهات لمدة ساعتين من 8 إلى 10 مع الشيخ سالم النعماني على أرقامنا 24-698-151 والدولي 00-96-248-246-98-18 إذن الآية أبو محمد كانت صريحة شوف شوف تعليق واضحة شوف تعليق سماحة المفتي قال فترفعوا عما يكون بين البشر من السخرية أخت الصحابة الذين هاي الآية تخاطب نعم نعم والمؤمنين جميعا طبعا رسالة للجميع فترفعوا على ما يكون بين البشر من السخرية والتحقير واللمز والتنابز وسوء الظن وتجسس بعضهم على بعض واغتياب بعضهم بعضا فلم يجد الشيطان سبيلا لإغراء بعضهم على بعض الله. وتهيج الفتن بينهم وغاسل الأحقاد والسخائن في صدورهم لا إله انت لازم تركها وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ما تفتح الباب وإذا فتحت لباب عاد تحمل عاد تلقى الجواب نعم فكانوا جميعا تتألف قلوبهم بألفة الإيمان وتتوحد مشاعرهم بشعورهم أن الأخوة الإيمانية هي أعظم لحمة تشد الإنسان إلى الإنسان الله. حتى تجعله كأنه نفسه الكلام مضبوط كأن نفسك صحيح زين وهذا ما جسده لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تدعى له سائر جسده بالسهر والحمى الحديث واضح عشان أنا أصل إلى هذا المستوى لازم أترك كل مداخل الشيطان وذلك في الحديث أسكر الدرب أبو محمد إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم للمسلم إلى آخره يعني سبحان الله هذه الأشياء المثيرة للسخط للزعل للبعد وللتفرقة ولذلك شوف النبي يعني هنا عليه الصلاة والسلام عندما خطب الوداع عن آخر أيام النبي وهو يوصي الناس عشان يمكن لهم الأمور ويقولهم تراكم أنتوا ذقتوا حلاوة الإيمان حلاوة التآلف حلاوة المودة حلاوة الأخوة أصبحتوا مثل الجسد والمحبة في مريك أنا اليوم خلاص بوادعكم لكن تعالوا ألا وإن الله قد تعالى قد أذهب نخوة الجاهلية وتكبرها بالآباء
كلكم لآدم وآدم من تراب. يا سلام. بتجد آية في سورة الكهف الله تعالى عاتب فيها الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال له أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. فيها إن النبي جايوا بعض صلى الله عليه وسلم كبار المشركين وقالوا له الناس راقين وكذا واجلس معنا انت وحدثنا اماكن خاصه ما تخلينا عند ذاك فلان بلال وصهيب حتى وقات يجون قميصهم في ريح وكذا لا نخلي بروحنا بها شوف تفرق حيث لا يرون للاخرين مكان سبحان الله. فعاتبه الله فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يراهم قال هؤلاء الذين عاتبني فيهم ربي ويجلس معهم. يا سلام يا سلام هؤلاء الذين عاتبني فيهم ربي ذلك اصبح الصحابه. شوف الا وان الله قد اذهب عنكم نخوه الجاهليه وتكبرها بالاباء كلكم لادم وادم من تراب ليس الا مؤمن تقي او فاجر شقي واكرمكم عند الله اتقاكم ما في خلاص. اذا تريد تتميز اتق الله. نعم. وأكيد تقوى الله بتخليك أنت من أحب الناس إلى عباد الله. أكرمكم عند الله أتقاكم لا قال أغناكم ولا قال أجملكم ولا قال أحلاكم عاد الجمال وطيب بتحصل نشال دي شنط إنزين يعني عدنا شنط طين الحين بعد واحدة على الكتب واحدة مشلولة لا هي ما أعرف أكل اللي فيها إيش لا ما بقول شيء دخلنا مداخل انت لا 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 كل اللي ذكرت الجمال يعني انزين انزين ذكرني شيء قد يعني يحدث في المكان في القريه او حتى بين الاهل ونتيجته عكسيه تماما. كيف لو واحد راح يخطب انزين وخلاص أعطوه يعني وعد بس ما ردوا عليه يقول لك الدين يمنعك من أن تروح تخطب على خطبته. الله الله حتى يرد عليه يعني مثل سلطان يمكن راح يخطب زين زين وعد خلاص أمور سلطان ومرتب أموره خطوة أيام والخطبة إيش في الخطبة رطبة رطبة يحتاج ومرتب سلطان ويبوس من راس العم عمي زين والعمه ومار سوق الموالح وشال لهم هدايا وكذا ينتظر الرد والحين بنيات يستخير بعد ترى امور طيب بس اوقات تطول وسلطان قاعد يحرس زيكي. فراح واحد من الناس ما بنقول خال عشان خال ما بيخطب مره ثانيه الحد يسمعنا قلت هذا الريال بيورط زين خطب على خطبته ما الاثر الذي بيكون في قلبه بيزعل وهو عارف ان سلطان خاف هو عارف شوف كيف هنا عاد سلطان بيتاثر عائله السلطان بتتاثر صحيح الاخرون يعني بيحدث ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولا يساوم على سومه. يا الله ماشي نازل العرصه قال بكم قال بريال قال انا باب ريال ونص شوف عشان ما ياخذ الثاني كيف تباب ريال ونص والريال ترى ويمكن بالسهميه بعد ولا يساوم على هذه المناقصات ابو محمد ايش يقول لنا شيخ كل هذا من اجل الحفاظ على احترام وحده الشعور والاحاسيس بين الامه ووحده مصالحها. ترى احنا عايشين في امه احنا ما عايشين وحدنا لا ما عايشين في اليرداب تحيد اليرداب الله يهديك يا ابو محمد اليرداب اخر الحين اعرف ما بغيت اقول عشان لا تقولي وقرب البحر اعرف زين لابد ان شو اسمه زين الحين ما يعرفونه قام سلطان وربعه ترى ما يمشون اليرداب باي باي يمشون سيتي سنتر بيني وبينك عاد حيش بيني وبينك بقى بيني وبينك زين زين ايش يقول هنا كلام عجيب سبحان الله كل هذا من اجل الحفاظ على احترام وحده الشعور يا اخي الناس لهم شعور طبعا لهم احاسيس طبعا الله وانت تعامل مع الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به الانسان لا تكره شعور انسان انسان مشاعر ابو محمد
إنسان مشاعر. والله اليوم كان موقف عجيب. رحت السوق. العرس يعني. هي. فهناك واحد من إخواني بيع جحيح. جيت نزلت كل أعطيني كذا. قال لا هذه لك. قلت له كيف لي؟ قال لأن المحطياهم الهدية للهدية تبلغ الجنة. قلت له أشكرك. هناك امرأة أعرفها. يعني من الأخوات. قلت لي وهذا لك. الله. قالت حلو. كيف؟ قلت لي بالهدية الهدية تبلغ الجنة. الله 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 الله. كحبتي بطلع بدون جح. قلت له ما علي أنا بشتري. قال لا شيء جح غير هالنوب مهداي وبهدك يا مرة ثانية. ايش هذا الكلام؟ والله حلو. طلعت بالسوق يا ابو محمد. حلو حلو استغربت. حلو حلو, حلو. وانظر هيك الحرمه مسكينه, حرمه كبيره يعني من الاخوات جزاها الله خير, يعني كيف سكينه وكيف هاك الرجال بعد يعني اثار في نفسه ان لما انا دارت هذا من هديه لهديه اثار في نفسه حتى يطلع الشيء اللي مخبنا يطلع من داخل. الخير موجود في كل مكان يعني تصور. هي جحة ما تسوى يعني قيمتي 500 بيس يمكن ما تسوى. كم حلو لكن كم هذا الموقع. احسنت كم الاثار. الله. وانت رايح بيتكم اليوم حتى رحت هناك البيت اقول لامي اقول هي سلم عليك في الاله زي تعرفها من الحاره. نعم. فهذا التصرف انت استغفر الله من باب التزكيه يعني ما قاسي نمدح. لا لا لا, 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 لا لا بس احنا في موقف إنزين. ايجابي جميل زين بدل اخر لكن ما مشتاق حد انت ولا شيء بدر لكن من العصر بدل مدافي. ايوه اموره طيبه مشتاقين يا ريال نحييه طبعا تحيه كبيره زين. فهذا التبادل من والى والى اخره انت لما تروح البيت نفسك تقول لك انت اليوم صنعت معروف لانك ادخلت سرور على احد وبالتالي انت تتلقى السرور. ابو محمد هذا من ديننا يعني عليه الصلاة والسلام ما كان يوصي إذا 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 يعني تهادوا تحابوا هذا موضوع لكن لكن اليوم أنت مسوي مرق وريح تواصل آخر الدنيا وجارك الله صح يعني ها شوية ودي حال كان صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من المرق أحسنت وأوصلوا لها عليه الصلاة والسلام. مرة سيد عاش ذبحت أمر بذبح شاة فقالت وزعناها كلها إلا شو اسمه شو يعني كلها وزعناها قالت هو الذي بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هي بقى يعني بقى لهم بس أظن فخذ حالهم في البيت فقال هذاك هو الباقي والفخذ هو اللي راح. الله عليه الصلاة والسلام. شوف يعني حتى لا تتزاحم فتؤدي إلى الافتراق والنزاع وبهذا كان التمكين لهذه الأمة وغلبتها على كل عدو طبعا. فاقتادت الأمم إلى دين الله الحق وأخرجتها من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ربعي بن عامر يقول كيف الصحابة يعني يمتلئون بإخوانهم يعني راح وزار هرقل ملك الروم ومجهز لك حتى هذه الأرايك ضبطينها مرة عشان الإغراء هذي بي منناك مسيح ما عندهم شيء ولا شايف شيء فهذي يقول من الذي المترجم يقول له ليش جيتوا انتوا هنا جاينا قال إن الله ابتعثنا شوف القوة ما قال أنا ما ببين عمري ما ببين عمري يوم أسلم علام قال بس يا أخي يعني يقولون كيف يقولون عاملهم معامل حسنة وشوف النتيجة وشوف الدين والإسلام بالمعاملة عام بس أي إنسان على وجه الأرض من ما كان مقبول إذا عاملت بالحسنة سيعاملك بالحسنة وزيادة حسنت صحيح فطر الإنسان من ما كان أساسا على مثل هذا التعامل الطيب يعني إيش الذي يريد الإنسان منك فمن الذي أتى بكم قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد شوف القوة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة كيف ضيق الدنيا هاي كل شيء كل شيء عندنا لكن ما قادر أعيش أنا عايش تحت خيمة ومظلل بشو اسمه ومرتاح بشجرة بظلة غافة صحيح ليش لأني مرتاح نفسيا أحب لي أخي ما أحب لي لنفسي
عندما يكون هذا عنواني. مرة دخلوا علي الطلاب في المكتب في كلية التربية يقولوا ليش الحكم اللي عندك؟ أقولهم حب إيش خير الناس أنفعهم للناس. جميل. قالوا كيف؟ قلت لهم أيوة أنا هذا مجربنا. خير الناس أنفعهم للناس. أنفعهم للناس. تبى تظهر خيرك أنفع الناس. تعرف إن إذا حبك الله يحبك، يعني يحبك الملائكة ويكتب لك القبول في الأرض، لا لمالك ولا لأي شيء، وإنما لحبك للخير للناس. حب لهم الخير وبيحبونك وزيادة. أي إنسان في بعض الأحيان أبو محمد أنت تمر بحطة وقود زين ونقع عامل صحيح تعطيه 100 بيزة لو مشرك شيء بسيط، لو مشرك مرة ثانية بيحييك من بعيد طبعا عنده أكثر من 100 صحيح، لكن شافه منك معروف موقف حلو. والله واحد يقول لي أنا ما خبرتك مات أبوي وكذا، وما تم يذكر لي مسكين كأن تعرف أنا وياه من سنين يعني. هيلا ولذلك مرة شباب عندنا في الجامعة بارك الله فيهم سووا كذا مبدأ، وهي أن يسقوا كل عامل يعني زجاجة ماء. جميل جميل عرفت. كان لها أثر هذا ما شاء الله يعني حملة. وتعرف هذه موجودة في مجتمعنا أبو محمد، حملة تعطي زجاجة ماء. كثير من الناس أنا أعرف يطلع من بيته يكون مجهز نفسه عند صندوق صغير وفي ماي وفي عصائر. اسمي حظة والله. وهذا شغلة بشكل يومي تحديدا في الصيف، تعرف عشان درجات الحرارة تكون مرتفعة في الصيف يعطيهم الأشياء الباردة، وفي الشتاء دلال شاهي. الله كيف يسوي الناس؟ نعم في مجتمعنا أبو عبين. أنا عايش في مجتمعنا أبو محمد وأنت تعرفهم. أنا عرفت تقريبا الناس. أنا عرفت إنسان هو زوجتي في شهر رمضان مين تخليني يخرج جهزوا فطور بيتهم ويروح عند برق الصحوة ما شاء الله مجهز في علب ويعطونه الناس اللي في النقل الوطني. ممتاز. التي تنطلق من مسقط إلى صلالة. إلى الله. قلت لي كذا؟ قالت نعم. هذا من بداية رمضان إلى آخره. ومساجدنا أبو محمد تنسى قبل المغرب، يعني إيش هذه؟ هذا اللي إحنا نتمنى. ترازرنا إنسان قبل كم يوم أن نستمر عليه. وكنت أقول ليش أنت إيش عملك عندك مزارع؟ قال عندي ملك لا، ولكن عندي ضواحي للوقف، 4 ضواحي في الرستاق. قلت لك كيف هاي؟ قال هذا وقف للمسجد. حلو. شمنهن وقف للإفطار. في رمضان. شمنهن لصبغ بيبان المساجد. مأجور. شمنهن للمتعلمين. شمنهن للمعلمين. حلو. يقول أنا مستأجرنا من الأوقاف، وهذا يعود الريع إلى هؤلاء الناس. شوف في بعض الأحيان عندما ننتبه نحن ونسوي حولنا حاجز منيع ما تستطيع كثير من الأمراض الوصول إلينا. أيام الـH1 والـN1 والسارس وكورونا، والله بالسلامة أنتي كورونا بعد. يعني هذه أمراض جسدية ويتفادونها والله الحمد. صحيح. هناك أمراض أبو محمد أشد من هذه. سبحان الله. أيوة. أمراض نفسية داخلية. صحيح. هذا أخطر. صحيح صحيح. لأن هذا بتعالجه وخلاص بتشخصه وخلاص، بس لين تكتشفه. كيف بتعرفه؟ لين تكتشفه. شوف قال لنا كلام طويل وإلى آخر يقول فإن هذه الفتنة التي تطحنها رحاها هي التي أنذرها شرها وحذرها خطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. دب إليكم داء الأمم قبلكم. النبي حصن الصحابة داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء. سبحان الله. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بس ما يبون منك الناس شيء. بر وجه طلق. السلام عليكم. والسلام عليكم. كيف حالكم؟ بس بخير.
كيف حال الاولاد؟ عاد زدتهم واحدة. واذا قلت ليش يوسك؟ اوبو يكون اباتك. او قلت له على مو جنسك وخيري امور طيبة بعدها. واذا قلت له عاد تفضل معانا تقهوة عادني زدت. عادنا الشيخ خاطب الشعب العماني وهذه رسالة تراها. ايه؟ وكم نحن نطلع الى اليوم الذي ينتظم فيه هذا الشتات المتناثر من هذه الامة. سبحان الله. الشيخ سبحان الله دائما مع لقاءات عن امه وجماعه سبحان الله. طبعا يعني هذان الرجلان انت ذكرت لي مره يعني سبحان الخالق. صحيح. يعني جائزه السلام جائزه نوبل للسلام. ايه حتى البيئه مستفيده من عمان. سبحان نعم جلالته راعي البيئه زين الاول. نعم كل شيء مستفيدين سبحان الله. ولذلك نسال الله السلامه ونسأل الله أن يثبتنا على فعل الخير وعلى الإحسان. آمين يا رب. ليش؟ لأن محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم الرحمة حتى البيئة ترى تستفيد الله منها. الله. واستبصار ببصر القرآن واهتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم واهتداء بالسلف الصالح الذين شادوا الأمجاد الشامخ ورفعوا لواء العز الخفاق الذي رفرف على العالم فاستظل على العالم فاستظل بظله الظليل ونعم بالطمانينة والاستقرار في كنفه الواسع. هذا وإن مما نحمد الله تعالى عليه أن نرى وطن العزيز عمان في منأى عن هياج زوابع تلك الفتن ومأمن من لهيب سعيرها المحرق. الله جنبنا كل هذه الشرور رب العالمين. زين نعم. أنت كنت قبل البرنامج قول لي الظهر يعني حد يبني وعمر وحد هي. نسأل الله العافية. نعم ونسأل الله حقيقة أن يزيل الهم والغم عن جميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. في نعم. كل خصوصا وعن العالم أجمع. نحب الجميع. لأن هذا إنسان يعني. تبعا الله. من حقه أن يعيش آمن ومطمئن. ومطمئن. صحيح. نعم. صحيح. ومتى تعرف. فمن أسلم أسلم فمن لم يسلم فله حق الأمان. صحيح. أليس كذلك؟ في قصة جميلة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. تعرف الهجرة الأولى كانت لوين؟ حبشة. الحبشة صح ولا لا؟ الله. يعني المسلمين تركوا مكة كان هذيك الأيام صحيح؟ قوم قريش ربعوا صحيح من الأذى ومن العذاب. وين راحوا؟ الحبشة. راحوا الحبشة واستقبلهم النجاشي. أحسنت استقبلهم النجاشي. بعد فترة يقول لك جاء وفد من الحبشة للمدينة انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة إلى المدينة. إلى المدينة فأقام دولة أقام حضارة. المهم يقول لك المصطفى عليه الصلاة والسلام ما نسى الوقفة الأولى لهم. خدمهم بنفسه. الله. أيوة. هو تلقى لهم اذهبوا فإن بها ملكا لا يطلب عنده أحد. نجاشي. وكان نجاشي على دين نصراني. دين نصرانية. صحيح. زين. ولكن تقدير الناس أيضا وتقدير ما يقدمه الآخرون بغض النظر من هو. هذا إيش قدم؟ أنت تجازيه حسب ما قدم بالضبط. في الجزاء الدنيوي. نعم. الآخر بينه وبين ربه. أحسن. فلو أسدى إليك معروف أي إنسان أنت تجازيه. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام ما نسى هذا الموقف أبدا. المشرف للحبشة ويوم جاء هذا الوفد يكفيك رسول القناة أخدمهم لأنهم هذا لهم سلف بما معناه أنهم خدموا الصحابة وهلا أخوان. نعم الله. فالإنسان ما ينسى نهائيا المعروف. قال فقد توارث هذا الشعب الأبي التسامح والتآخي والترابط والتعاون على الخير أبا عن جد. الكلام صحيح. وهذه هي صبغته الحضارية التي تميز بها فاختبطته الشعوب وتطلع إلى خصائصه العقلاء وأكبره الحكماء. فكم من عالم مفكر وسياسي حكيم سجل لهذا الشعب شهادة تعد وساما على صدره وتاجا فوق هامته. كلام رائع. كلام رائع. زين. وهذا على فكرة ما يدور الحكي. لا. وهذا ما اليوم مثل ما يذكر سماحة الآن هذا تاريخ لعمان أساسا من بداية دخولهم الإسلام ومستمرين عليه. صحيح. أهم بيجيك. فإن كل من درس تاريخ هذا الوطن وشعبه الكريم لا يجد فيما بين أبنائه في أدواره تاريخه أي شقاق ونزاع يعود إلى عصبية مذهبية أو نزعة عرقية، وإنما في فترات من التاريخ استعرت فتن قبلية بين قبائل لأهواء كانت في نفوس قيادات القبائل لا اعتبارات نسبية ونحوها. إذن كثيرا ما كانت تضطرم نارها بين قبيلتين تتفرع عن أرومة واحدة وكل وكان ذلك
إبان تحكم الجهل وانتشاره وتقلص العلم وانحساره وانطواء بقايا أهل العلم عن أنفسهم على أنفسهم في زواياهم لخفوت صوتهم وسط ضجيج الباطل حجبه. وقد انطوت والحمد لله. الحمد لله. سمع الكلام. الكلام مضبوط. وقد انطوت والحمد لله تلك الحقبة السوداء في التاريخ لانتشار الوعي وانفتاح القبائل بعضها على بعض. صحيح. بعد انغلاقها فكم من قبيلتين كانتا تتنحران فكأنهما خصمان لدودان أدركا بتأثير صحوة جماهيرهما ما كانتا عليه من الضلال المبين فسرت فيهما الهداية سيران إشراقة الصبح في الليل البهيم وعادت إلى صوابها طاويتين كل من تشر فيهما من الفتن مستبدلتين بهما حبا عميقا وحنانا دافقا يملأ آني قلوبهما ويتجسدان في جميع علاقات أفرادهما كما كان بين جناحي الأنصار رضي الله عنهم الله عندما طلعت عليهم شمس الإسلام فمزقت نصال ضيائها ما كان يقللهم من غشية الجاهلية وظلماتها. وقد أصبح الكل والحمد لله يشعر بالسعادة الغامرة بهذا العودة إلى الفطرة الزكية وخروج الجميع من مأزق تلك الفتن وانطواء عهودها الكاحلة فهرة غير موصوف عليها ولا أبقى الله لها ذكرا على الألسن ولا ذكرى في النفوس. وهذه المزايا التي طبع عليها هذا الشعب ترجع أولا إلى فضل الله عليه وتوفيقه له ثم إلى حكمة قيادته عبر التاريخ إلى زماننا هذا ومما تتحلى به من إخلاص وعدل وحصافة رأي وبعد نظر وشفقة ورحمة بجميع الناس إلى خصائص هذا الشعب الحضارية التي أهلته لأن يكون قادرا على التحكم في النزعات وعلى جميع المشكلات علاجا جذريا حضاريا باستهداء من تعاليم القرآن وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما وفق الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن زايد حفظه الله تعالى لقيادة هذا الشعب والخروج به من العزلة والانغلاق به إلى ميادين الحضارة المعاصرة الواسعة كان من أهم ما عني به بجانب الرقي المادي والمعنوي بهذا الشعب الحرص على تساوي جميع فئاته في الحقوق الوطنية الخاصة والعامة واستبعاد كل ما يشيء بالتمييز والتفرقة بين أي أحد وآخر فنعم الكل بنعمة الأمن وسعد الجميع بشرف الحرية والإطمئنان فازدادت الأواصر متانة والروابط عمقا وساد الود والوفاق. الله. في أي مجتمع في أي مكان إيش يحتاج الناس أبو محمد؟ خليني أزيدك. زيد. وهذه نعمة يجب علينا حمد الله وشكره عليها. الحمد لله. وقد أدركها العقلاء من جميع فئات الشعب فنادوا بوجوب المحافظة على هذه الميزة والسير على هذا النهج وعدم التفريط في أقل أسبابه كما أدركها العقلاء من أبناء الشعوب الشقيقة والصديقة فطفقوا يعربون عن إكبارهم لهذا الشعب وإعجابهم بمزاياه وأصالته وسمو فكره وسلامة نهجه. تمام. ما شاء تمام. الله كلام. كلام رائع. الله أكبر. يعني أكثر من رائع. محمد الناس في أي مكان وفي أي زمان إيش اللي يحتاجون؟ يحتاجون إلى العلماء. صح. العالم عندما يتحدث أو يفتي أو يدعو أو يخطب ويكون هذا منهجه سيكون الناس كلها. ومنهج الجمع والألفة والمحبة هذا دور العلماء. صحيح. وهذا ما أشار إليه سمحت شيخ في الندوة التي أقيمت بالضبط ذكرت لها قبل ذكرنا وتكلمنا عنها في حلقة بالحلقات وأيضا استضفناهم في البث المباشر في أكثر من حلقة للحقيقة وهذه نافذة الحقيقة من عمان على مدى 14 عام هذه الندوة ونتمنيت وتمنى الجميع أنا سمعت تغريدة ولكن ينبغي أن لا نصغي إليها بأن هناك من يقول بأن أنفقت ولكن المسلم يكون أكبر من ذلك بالضبط وأعظم من هذه ذلك. هذه النافذة الجميلة أبو محمد الله. نتمنى اليوم أن تكون مفتوحة في كل بلدان المسلمين طبعا حتى نغلق على أي حد من الداخل أو من الخارج يقصد هذه الأمة هذه أبو محمد مسؤوليتي أنا كمواطن مسؤوليتي أنا كمسؤول مسؤوليتي أنا كإمام مسؤوليتي أنا كطالب مسؤوليتي أنا كخطيب مسؤوليتي أنا كجندي مسؤوليتي أنا كضابط مسؤوليتي أنا كإعلامي صحيح. مسؤوليتي أنا كل واحد كمبرمج مسؤول. كمصمم أي إنسان ليش؟ لأن من يقطف ثمارها أنا بالضبط ثم ليخطف ثمارها غيري من الناس أمي وأخي وابني صحيح. وأهلي وعشيرتي مجتمعي بلدي جميعا
عندما نحن نزرع الخير سنجني الخير. بالضبط. وعندما نزرع نسأل الله العافية لا نزرع لا قدر الله أي شيء آخر ما فنتيجة تكون نتيجة سلبية مع الأسف ولن تكون. لكن يعني أحيانا من يتصيد بعض الأخطاء وأحيانا ربما يسير في طريق معين بكل تأكيد هو أول من يجني هذا الشيء. الله يزرع الشر. بالضبط. الأمة بقدر ما هي عظيمة الحقيقة بدينها وبنبيها وبهذه الخصال الطيبة، لكن فعلا تمر بأحيانا نكبات معينة، والنكبات هذه عشان لا تلوم الآخر أيضا من داخل هذه الأمة، متى ما ضعفت أحيانا أبو محمد الأمة تتكالب عليها الأمم الأخرى مع الأسف. شوف هنا كلام جميل الشيخ، يعني أوجزه في مقاله. إيش اللي أنا أقوم به وإيش اللي يقوم بخالد الزجالي وإيش اللي يقول يقول بالمذيع وإيش اللي يقول بالمعلم في المدرسة وإيش اللي يقول برب العمل في العمل وإيش اللي يقول في المؤسسة. ما نسمع بعد محسن التوبي عشان ما نأخر وايد. محسن مساء الخير. السلام عليكم أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عليك والمساء على الشيخ سالم. يا أهلا وسهلا بك محسن، تفضل. نترقب هذا البرنامج وهذا اليوم صراحة بشغف. جزاك الله خير. حبنا لهذا البرنامج يعني وما يثيره من مصلحة عامة لخدمة الوطن. بارك الله فيك. ونترجى أيضا من كلامنا ترى نترجى ونتريى حلو أيضا بلهجتنا نتكلم حلو. تفضل يا محسن. اولا نشكر اولا الله سبحانه وتعالى على نعمة الامن والامان لهذا البلد وهذا البلد قدوة للشعوب العالم، والحمد لله نحن لما نحافظ على امن البلد وامن الوطن ومنجزاته يعتبر من الامور المقدسة. صحيح. كما نفتخر انه احتضان الندوة مدى 14 عاما متتالية في السلطنة، هذا يدل على أنه البلد وبحفظ أبنائها وبكرامتها وبمحافظة على أخلاقها مع الشعوب الأخرى والتسامح يدل أنه هذا من قيادة مولانا صاحب الجلالة، هو الأب وهو المعلم وهو الذي أشاد بهذا الفعل. ونحن نفتخر بعلمائنا بأصحاب الخير في هذه البلد، وهم كثر الحقيقة وهم كثر. الحمد لله قائمين بدور فعال وتوجيه الأمة وتوجيه المواطنين لأعمال الخير، وهذا في ميزان حسناتهم. آمين يا رب. وهذا ما جاء من فراغ وإنما جاء من توجيه الأب والقائد. صحيح. ودائما يشيد بالتسامح بين الشعوب والديانات، ونحن الحمد لله لا نختلف عن العالم. صحيح. بقدر ما نحن أصبحنا قدوة. نعم. ينير بها دروب في العالم إن شاء الله بإذن الله. ومولانا صاحب الجلالة دائما حنون لكل الأمة الإسلامية. صحيح. جزاك الله خير. نتمنى له الشفاء ودواما نعمة الصحة. وأن يقود هذا البلد إلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله. وهو يتمتع بالصحة والعافية. آمين. شكرا جزيلا محسن. ونشكركم على هذا البرنامج وسلامي للشيخ سالم. يسمعك. وبارك الله فيكم. شكرا. وفي أعمالكم. شكرا جزيلا. أحسنت بارك الله. 2-4-6-9-8-1-5-1 وسيلة التواصل مع برنامجنا. إذن يعني كل واحد عليه مسؤولية أبو محمد. أيوه. ياخذ بالأسباب. شوف واحد مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. كيف إنسان يجتنب التهلكة؟ كل ما يؤدي إلى هلاكه يجتنب. صحيح. سواء أمراض أشياء أفكار غيره فيأخذ بالأسباب. صحيح. وهنا أسباب جميلة، أولا أخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منهجنا والله الحمد. ما صدر. صحيح. يعني وأخذ بكتاب الله حسبك أنه دليل مبين للطريق منير، فما ضل من كان القرآن دليله وما ضل من سير القرآن يسير. ما شاء الله. تمسك به في حالة السخط والرضا، وطهر به الآفات فهو طهور، وحارب به الشيطان والنفس تنتصر، فكافيك منه عاصم والنصير. جميل جدا أن, 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 أن الإخلاص. أنا ما أقول كلام عشان يسمعوني الناس وما أعمل به وما عندي دور ولا فعل. هذا القول
أنا أقول في أي على أي ميدان ميدان سواء أكرمت أو لم أكرم. صحيح. معي أنت؟ نعم. ما يوم أكرم أنا ما يحتاج أجيب. أوه. ويوم حصل شيء غير إكرام أكون بعيد أقلب على الناس. إيه. لا يعني بوجهين يقولون عنه. نسأل الله العافية والسلام. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى في القول. صحيح. والعمل. وراقب وصايا الله سرا وجهرة ففي كل نفس غفلة وفتور. وجرد على الإخلاص جدك في التقى فوقك بالشرك الخفي خبير. الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخي إذا أنا رأيت في أخي شيء لماذا لا أنصحه؟ المؤمن مرآة أخي، مرآة أخي، يعني كأني أنا أشوف صورتي في فلان. أما إذا كنت أنا لا خير في ود، يعني في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه صلى الله العافية نار. ما حول الله، ما وصل لي لين بينكشف يوم صحيح. اليوم. فلذلك لابد من يكون هنا يا اسماء. رابعا قطع الطريق على جميع ساعات الفرقة والفتن وغيرها والشقاق. جميل. وأقصى شيء السكوت. جميل ما شاء الله. إيش قلنا قبل شوي إحنا؟ السكوت. سيدنا عمر إيش قال؟ تطير راسك. وما شاء الله عليك إذا سمعت تفهمه ويطير مرة. إنزين فالسكوت صحيح. في بعض الأحيان تأخذك الأريحية ولكن تخاف تفكر. لا 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 سالم أو فلان أو خالد عامل الناس هدي بأحسن ما عملوك به ومرة ومرتين بتلاقي يعتذر منك. ولقد كعود زاده الإحراق في الطيبة. الله. عشان كذا أحسنت أبو محمد. أبو محمد خلنا أقول أنا دائما أشيد بمجموعة من شبابنا اللي موجودين على وسائل التواصل رائعين. متى ما شافوا أحيانا في ردود تنرفز الآخر ابتعدوا. صح. وأنا أقولكم يا شباب ابتعدوا. الله. نعم طاطئ راسك يا أخي. أما صح. لو دخلنا مع هذا ودخلنا مع الآخر ما سوينا شيء وتعطلنا وإحنا قاعدين على تويتر. لا خلينا على تويتر بس خلينا على الواقع على المطلوبين في الواقع أكثر. وخلاف خبي الصفراء. إشاعة ثقافة الحب والوئام وتربية المشاعر على الرحمة والحنان. جميل كلام. تمام. إشاعة ثقافة الحب. حب. والوئام. الحب أنواع ترى. طيبة. إيه. أش واحد سألني شباب كيف الحب؟ قلت له بالعكس شيء الحب حلال. إيه. كان ما أقصد إن الحب هاك. قال لا لا حاجة. قال شوف قلبي متعلق وضحك وعلي رابعة. وقال زين الحين ما عندي شيء. قلت له الحين قدم له 1000 ريال. جميل. وقول للشايب ما دام تحب. آه. بملكك إن شاء الله أمور طيبة. الزهب حلواتك. وأنت مسكين يضحك تشوفني. إنزين أنا وياك نعرف الحب. أنت يا كمال. تعرف الحب؟ حرب شربني منه. لا والله. زين. وين وصلنا؟ مسكين واحد يقول أحب. لا والله عيدك. قال أتمنى يقول. قعدت بسرية بطلق عليك. ولكن لكلال كت عشان يقول يوم تدخل علي تحصلني هناك. قلت لأبوك صاحب يجب الحب أظل أحب يدخل غيرنا. إشاعة ثقافة الحب. ترى شيء عندنا حب إيجابي وحب سلبي. حنحب الإيجابي لأنك لما تحب سلبي ربما حبوبك يخفق. أو يعني هاي حب النفس مثلا أحيانا يكون أبو محمد أو تفضل نفسك هاي نوع من الحب صح؟ أحب الذات. هذا أنانية تسمى. هذه أنانية. أنا أنانية. أما الحب حب للآخر. الله. المتبادل. المتبادل. زين. الذي يؤدي إلى الانسجام والرحمة فبذلك تغمر المجتمع موجة من اسمع النتيجة. إشاعة ثقافة الحب والوئام وتربية المشاعر على الرحمة والحنان. إيش نتيجتها؟ فبذلك تغمر المجتمع موجة من مشاعر الانسجام والألفة والأنس. طبعا. وتتلاشى أسباب النفرة والشقاق والوحشية وتتطهر القلوب من الغل والحسد والكراهية. طبعا. وتتبعها الأفعال فتتجاوب مع مشاعره مع المشاعر وتتألف بهذه الألفة. أبو محمد فعل وردة فعل. أبو محمد فعل وردة فعل. فعلك إيش؟
إيجابي بكل تأكيد الآخر معك إيجابي. بتجيك الغير ما في. قول إنصاف الغير من النفس وحب الخير للجميع. الله. إنصاف الغير من النفس. في بعض الأحيان لابد أن أنصف الآخر أنا حتى لو أهضم نفسي، وذلك من خلال الاعتراف بالخطأ والاعتذار. الاعتذار؟ أيوة الاعتذار. لبعض الأحيان الواحد يظل أن يعتذر، قال أما شله حاله كي ما أسير أنا حاله حرام زكوب. لا إله إلا الله. فسوله قال هو بيجي يركعنا بين يدي. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وخيرهم الذي يبدأ أخاب السنة. الله أكبر. أه؟ نعم قال ما بمشي له ولا حرام زقوم. لا 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 وبدأ أقول لك ماشي شيء، ترى ماشي شيء سالفة من كم سنة ويوميت الحين تقول هيش مسوي ما تدرس محارة ما تدرس إنصاف الغير من النفس. والله هذا أظن إذا وصلنا لهذا المستوى كما يقول يا زول أنتم ملائكة. ناخذ سليمان شوية. سليمان العاصمي أخرناك يا سليمان. لا لا استاذي طال عمرك. الله يسلمك. حوارك مستمين طال عمرك. بارك الله فيك يا سليمان. تفضل تفضل تفضل. الله يعطيك العافيه والخير ان شاء الله. كيف الحال يا استاذ سالم؟ الحمد لله. اموره طيبه. اموره طيبه والله. كان من شويه طالع من البلد نسمع للبرامج، كان في البيت مشغل الوالد الريديو. تحيه له. تحيه له. شغل لي يا لا تبندي يقول. الله الله الله. وقال اسمح على حوارك مشيك ومرتاح، يعني قال لي اول مره اسمع البرنامج، اول ما خبرت عنك انا في مسقط ما كنت موجود. لا لا خبره ليش ما يسمع؟ لا لان انا هو ما يسمع البرامج، لكن سبحان الله هذا الوقت يكون شويه تعرفوا مين شغله اللي يكون حد عنده ما اعرف عن وقت البرنامج. الله يحفظه ونوجه له كل التحيه يا ابو سليمان لو تسمعنا نمسي عليك. سمع لكم وقال ما شاء الله كاني جالس في محاضره عندنا الشيخ، جالس في محاضره حياته كاني توصل. الله حلو. ويسمع لكم وانا قلت له خلاص طالع في الطريق الامس، قال بسمع بعدين خلص وبعدين بارك الله. هذا من حسن ظننا من حسن ظننا. الله يبارك فيك ويبارك فيك. تحيه لكم على ظهوركم في البرنامج بمعنى ما طالع من ادم الى مسقط واسمعكم في الشارع وعارفكم تسلم عليكم يعني. توصل بالف سلامه يا سليمان. وقلت اوصلكم السلام يعني من الوالد. شكرا شكرا هذه احلى تحيه. احلى تحيه. الاسبوع القادم عندي بكون موجود هناك قريب منه وبحاول اتكلم معكم. خلاص تم 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 يا سليمان تم تم تم. جزاك الله خير. الله يسلمك يا حبيبي. اشكرك. شكرا. جزاك الله خير. شوف روح الناس الطيبة أبو محمد. يعني مرة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني رتب الجيش. نعم. واحد شوية متقدم ضرب عود. قال يا رسول الله ألمتني أريد أقتص منك. قال تعال. يا الله. فقبله. قال بس هذا آخر أريد آخركم مسكيل دي قلت يا الله. هذا الصحابي. أيوة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام خلها مدخل أوقعتني هو لا يبعانق يا الله ويعانق من الله. يا سلام يا سلام. يعني شوف انت انصفه من شوف المحبة. أيوة. المصطفى قال عليه الصلاة والسلام ايش قال له؟ قال له تعال تعال خذ حقك يعني. ايوه مثل القصة المعروفة بين سيدنا عمر وعمرو بن العاص. أيوة. يوم ابن عمرو بن العاص ذكر لا القصة. يوم تسابقوا مع المصريين. نعم. قال له أعطاك ذي إشارة كذا. اها يعني كان تسابقوا عمرو بن العاص. أيوة. واحد من نعم. المصريين وسبق قد المصريين لكن عاد تستود الوالي. وصلت سيدنا عمر بس الوالي كذا احطب فيه اثنين فاروقين يذكر بقضية من زمان هم شايفيني عند هالفارس يعني في عند الفرس يعني معلقين اثنين. قال تعال كيف اسوي بس ما زاد. قال ابوي هاتوا. ايوان إنصاف الغير من النفس وحب الخير للجميع. والله أصعب شيء أن تنصف غيرك من نفسك. يا سلام. عدني هذا وحدة تبى تفسير اليوم أكيد المستمعين كرام بيجلسوا عليها. وإذا بغيت نكمل ما نكمل الأسبوع الجاي. فإنهما سبب إطفاء نار البغضاء وعطف القلوب ببعضها على بعض وتحكم الألفة في النفوس حتى لا يعود بين أفراد المجتمع أي سبب للنفرة والشقاق. عندما أنا أذهب إلى خالد زجال أقول سأل خالد أنا سامحني ترى أخطأت في حقك وأنا آسف. أظن عاد هاي ما شوي ترى طبعا. لكن إذا قلت له لا أسرى منه أمشي له أنا فلان بر. التأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق هذا
أنا اللي أقوم أنا ما أقوم علشان عشان أنا ديني هذه. نعم. لأن أنا صلاتي لي مع صيامي لي إلى آخره، لكن الناس إيش يريدوا مني؟ سيرتك، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهذه لا تدفع من أقول لك محمد، لا دفتر شيكات توقعه ولا شيء. تعامل الناس هذه المعاملة الطيبة والجميلة، لكن نتيجتها الله، نتيجتها كبيرة. فإن ذلك ضمان لصفاء القلوب وعدم تكدرها بأي شيء مما يورثها الضغينة أو يشيع بينهما سوء الظن أو يحملها على التقاطع وصدود بعضها عن بعض. الله. ناخذ عبد الرحيم. هات عبد الرحيم العبري. النور والسرور يا أبو محمد. أهلا أهلا، مساك الله بالخير. بالنور والسرور، مساكم الله بالخير، مساك الله بالخير شيخ سالم. الله يمسيك بالنور سيدي، بارك الله فيك. منورين البرنامج، ومن كل من يسمع الحين على الإذاعة أقول أنا مستحيل إنه يقدر يسكر على الإذاعة، كان في مشوار فهو محظوظ علشان لا يترك ولا كلمة ولا فاصل ولا غيره يسمع، ولا هو لازم إنه يكون سمعان لنا. تشريف تشريف. اللي لازم علينا كذلك مشاوير بسيطة كنا في البلد موجودين، فنجبر نفسنا غصب علينا نجلس في الإذاعة يعني على المذياع بس علشان نسمعكم برنامجكم الجميل بأمانة يا أبو محمد. يسعدنا أخي عبد الرحيم، يسعدنا، وإحنا ما نقدم لكم، وهذه أفكاركم يا سيدي، هذه أفكاركم. وبأمانة أقول لك يعني أبو محمد، لو كنا لك يعني نحن كأهالي ولاية هنا، وعلى حسب ما أسمع من الناس ما شاء الله متابعين وملحين على البرنامج، خصوصا هذا، خصوصا مع هذا العندليب ما شاء الله، حلو العندليب هذه يعني يظنوني العندليب الأسمر ما نعرف هذا يعني لو قلنا لك أي كلمة ممكن تكون مقصرين فيها. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الحين أنا أبغاك أبو محمد. نعم. والشيخ سالم خصوصا دعوة للشيخ سالم في يوم من الأيام لازم نبغى نشوفك معانا في الولاية، في ولاية الحمراء. خلاص، دعوة مفتوحة يا أخي عبد الرحيم. أبي الدعوة مفتوحة. أنا عمدا تعمدت اليوم إني أتصل وأكلمك على الهواء للشيخ، يعني مثل ما يقول يعني ورطنا، ما يورطنا الشيخ، نشوف وقتك متى تحب إنك تشرفنا. والله إحنا لنا تشريف خاص لك بالذات يعني. أنتم شرف يا سيدي، هذا بعض ما عندكم، إحنا أولادكم يعني تلاميذكم. إن شاء الله. كل ما تطرحوه من أفكار، من كلمات، من أشياء طيبة، أكيد كل واحد يستفيد فيها ويفيد فيها غيره اللي يمكن الناس ما سمعتها. هذا اللي نتمنى، هذا اللي نتمنى. كل التحية والتقدير والاحترام خصوصا لك أبو محمد. الله يسلمك. ولك يا شيخ سالم. شكرا الله. شكرا جزيلا أخي عبد الرحيم، وتحملون مسؤولية، وهذه من ضمن مسؤوليتنا الإعلامية، وأنتم أدواركم أيضا، كل واحد في موقع ومكانه له دور مثل هذه الأدوار. جزاك الله خير يا عبد الرحيم، شكرا جزيلا. بارك الله فيك حبيبي، شكرا شكرا جزيلا لك. هذا الكلام يحملنا شيء الكثير أبو محمد، مسؤولية كبيرة الحقيقة. نعم. ثمانية، توريث جميع الأجيال الآتية هذه القيم. والله هاي مناهجنا، يعني ما ينفع اليوم أنا وبكرة من بيجي لا ما لي علاقة به. الأجيال القادمة احنا مسؤولين عنها، لأن احنا تلقينا ولله الحمد ما يدفعنا إلى معالي الأمور، وبالتالي أجيال قادمة تنتظر ما يدفعها أيضا كذا. وإحنا لنا إحنا 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 ورثناه من أجدادنا وأبانا أبو محمد. الله. وهم كذلك، وهذه سلسلة متواصلة، ما يصير نوصل إلى مرحلة من المراحل ومثلك اللي تحب لو سلمت ناقتي لا قال لك وين ما علي من رفاقتي ضاعت مثلا. ضاعت لا يقول وش علي من الناس، وش على الناس، على الناس مني. صارك انت من الناس وانت من المجتمع، اذا ما كان لك هذا الدور بتظل متفرج. تاسعا، تطبيق شريعة الله لعادلة في كل مكان، في نفسي انا قبل ان انتظر الاخر. اطبق شريعة الله في نفسي. إيه؟ انا مسؤول، انا مسؤول عني. في بعض الأحيان أنا طالب حقي بس ما أدي واجبي، هل أنا طبقت شريعة الله العادلة؟ ليش ما أكون عادل عند نفسي؟ قال فإنها الحصن الحصين والسور الواقي من كل شر، وهي ضمان العدل والإنصاف للقوي والضعيف والقريب والبعيد، وهي من عند الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لذلك كانت مبرأة من كل ما يطرأ على قوانين البشر من النشاز والاضطراب. تمام.
هذا درس كبير. هذا درس كبير, درس كبير جدا كبير. وحقيقة نعم. ضروري أن يضمن في كل اللقاءات الرياضية الثقافية صحيح. كل هذه الأمور, بحيث أن الشاب العماني يعني خصوصا والشاب المسلم عموما في كل مكان صحيح. يشعر أنه مسؤول أمام الله تعالى, وما يذبح الطير لأنه لا يجد مكان لا يراه ويساهم كل في موقعه الله ومكانه الله في البناء والتعمير والمحافظة والمساهمة والمحافظة والمشاركة والاجتماع. مرفت نصر, مساء الخير يا مرفت. أهلا, مساء النور. السلام عليكم أستاذي. السلام ورحمة الله وبركاته, كيف حالك؟ شيخ سالم مساك الله بالخير. مساك بالنور والسرور, بارك الله فيك, غفر الله لك أستاذ. أنا شخصيا يعني أنا معجبة بطريقة سردك للحديث. شكرا يا أخي. أحيانا بارك الله فيك, هذا بعض ما عندك. هناك بعض الأشخاص اللي يوصل لك النصيحة بس بطريقة إنها فيلم رعب. الشيخ سالم أنت تشعر وإن النصيحة خلاص هي ركبت في دماغك من غير ما تبغى لا هنا ولا هناك. جزاك الله خير يا أستاذ. يعني أنا يعني الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى جعلك يعني ذخر لهذا الشباب بإذن الله دائما. آمين يا رب. أنا من متابعينك ومن أشد الناس المعجبين بطريقة صدق وطريقة إقناعك وبطريقة يعني الحمد لله سلسة وسهلة. الله يحفظك. طبعا بارك الله فيك, وأشكر الأستاذ خالد انه اليوم نحن تشرفنا بسماع صوتك معك. الله يسلمك, انا اللي متشرف بك يا اخت مرفت وكل من يتابعنا. الله يسلمك, بارك الله فيك استاذي. الله يسلمك. الان اللي كنت احب اتكلمه, نحن نعاني في هذه الفتره موضوع اللي هو النفاق بشكل فظيع. النفاق. النفاق الحقيقي. النفاق نعم. نحن جماعه وحلوين وطيبين, وتتفاجئ تلقى واحد ما عنده ضمير ولا ذمة, ومن خلفك يصبح هو عدو متشتت لا تعلم من أين يأتيك بالأسهم بعد ذلك. سبحان الله. هذا واحد. شيء الآخر, أصدقاء اللي هم المصالح كثروا. نحن الآن بحاجة إلى شيء يعمل على تفعيل لغة التسامح أكثر, لغة إن لازم يفهموا الشباب أو الآن اللي جاي إنه اسمه يا جماعة هذا ترى من مساوئ الخلق, هذا من مساوئ الخلق, مش نعمة, هذه نقمة على الإنسان. فأنا أتمنى يعني من الشيخ دائما إنه يذكر في هذه الأشياء في هذه الفعاليات اللي بيحضرها. هو ما شاء الله عليه اجتماعي وإنسان صحيح صحيح. في كل المجالات ما شاء الله, أنا دائما متابعينه في اليوتيوب وفي كل المجالات. يعني أتمنى إنه يركزوا على هذه النقطة, نحن مش بحتاجين إلى ناس غير صادقة. الصادق مع الآخرين هو صادق بالأول مع نفسه. أحسنتي الله. أحسنتي صحيح. نعم صحيح, صحيح. وهذا اللي نبحث عنه, على مجتمع صادق. نحن الحمد لله رب العالمين لا ينقصنا شيء في هذا المجتمع. نحن مجتمع متسامح لدرجة لا تتخيل. أنا في سلطنة عمان تولدت وتربيت ورعرعت وتعلمت على ثقافة إن اللي قاعديني أروح وخابرة, هذا اللي تعلمته في عمان. الله الله صحيح. ما عندي أي تكليف. نعم, نعم. وبنفس الوقت اللي يجي نفس ما قال الشيخ سالم, اعرض عن الجاهلين وخلاص الواحد يسامح. وفي نفس الوقت هنا هي ثقافة الكبرياء. الكبرياء هو انك انت تتعامل مع الطرف الاخر بانك انت متواضع له, عبارة ان هنا جعلته هو في منطقة لم يتوقع منك ما هو متوقع. هذه هي مضبوط مضبوط. أشكرك مضبوط. أشكرك أستاذي العزيز خالد. الله يسلمك. أتمنى بإذن الله تعالى دائما هكذا نطلع على جديد الشيخ سالم. وبارك الله فيك شيخ سالم, وجزاك الله الخير عنا وعن العمانيين وعن الأمة العربية المسلمة جميعا. يا رب يا رب العالمين. بارك الله فيكم. أشكركم وجد مكاكم وتسلمون على الخير. تسلمين تسلمين. راقية مرفت, راقية ما شاء الله في الطرح وال يعني ما تطرح رائع. ما أقدر أقول شيء. رائع ما شاء الله ما شاء الله. يعني هذا يبلنا حلقات إحنا. لكن نقول إن أخاك الصدق من كان معك, ومن يضر نفسه لينفعك, ومن إذا ريب المنون صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك. الله. عيش كهذا وستجد الناس أكثر مما تعطيهم. بالضبط. الله. أرجع مرة ثانية أبو محمد عشان نختم هات. وإذا في شيء من كمل إن شاء الله. إحنا مستمرين بإذن الله تعالى كل ثلاثاء مع هذا المستمع والمستمعة الراقي والراقية والأوفياء. ختامها مسك والله, رائعين ما شاء الله, الله ويحملون مسؤولية كبيرة بأمانة.
يعني يمكن يعطونا اكثر من حقنا من الكلام. انت تستاهل، انا اخذ منك اساسا. لا أه؟ بالعكس، انت هذه المدرسه الجميله ان انا اتعلم منها. ولدك صغير، ولدك صغير بعد. ارجع مره ثانيه للقصه، للرجل اللي كان على فراش دأب الرماح. يا جماعه الخير، واذا احترقنا تكسرت احد. متى ما اجتمعنا ما حد بيقدر يكسر فينا شيء نهائيا. ومتى وانا اتكلم عن الامه، ومتى ما كل واحد مع زوره بروحه بتنكسر منا وبكل بساطه حتى النعام. لكن متى ما اجتمعت عصا على عصا على عصا، في الأخير بتكون عندنا عصي قوية لنستمر في العطاء والبناء. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أحسنت. شيء الآخر مثل ما تذكر الآن أخت مرفت، الأخت العزيزة، نرجوكم ثم نرجوكم، إذا نسمع الكلام الطيب لا نغتر ان احنا افضل الناس الله. ابدا الله. ولا ننفخ ريشنا ونقول ان احنا طواويس، لا ما في، احنا عباد الله وهذا دين الله يعني السمح هكذا وصانا عليه الصلاة والسلام. شوف ابو محمد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه صفة يعني الله تعالى شرف بها بان نسبهم اليه. نعم. والشيء لا ينسب إلى الله، بمعنى الشيء هذا مكانه، مثل الكعبة بيت الله، ناقة الله ناقة صالح إلى آخره. هنا قالوا عباد الرحمن، عباد الرحمن، ذكر الرحمة وذكر أن هؤلاء طبعا شرفهم الله سبحانه وتعالى وذكر صفاتهم. نعم. يا أخي من أراد أن يكون، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكون مثل ما أعجبك، وليس على الجود والمكرمات إذا جئت حاجب يعجبك. ولا نجادل في أحيانا أمور معينة لا تعنينا، ترفع عن كل أحيانا ما تسمع وتقرأ. هناك حوار وهناك ممارة. أحسنت. الحوار لآداب معينة ما لها فائدة. نعم. مثل ما قال سيدنا عمر، إذا سمعت أحيانا مثل هذا الكلام طأطأ راسك. أمور طيبة. طأطأ الله راسك الله. وانت رافع راسك دائما. عمر بن الخطاب. نعم. شيء آخر، أحيانا العالم الافتراضي فيه أشياء كثيرة. يا جماعة الخير، ناخذ ما يسرنا وينفعنا، وممكن ناخذ ليستمر هذا العطاء لهذه الأرض. فضائيات أحيانا مع الأسف تحاول أن تزعزع، وأحيانا أن تدغدغ، وأحيانا أن تشتغل على أمور هي لها أجندات معينة لا نتابعها ولا لنا علاقة بها نهائيا. لست بالخب ولا الخب يخدعني. الله. عمر مخطب. نعم. هكذا. لست مخادعا ولا أتقبل. يا جماعة الخير، نسمع ما يسرنا وما ينفعنا، لكن ما يضيع أوقاتنا لا لا لا. ويشتتنا نبتعد عنا نهائيا. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الإنسان إنسان الله سبحانه وتعالى عطاه لسان وعطاه أذنين، مع الأسف البعض شغل اللسان أكثر من الأذنين. أوك سالم عبا حسن شغل هو محمد راك تدخل من هذا أسبوع الجاي. إذا حصانك لسانك لسانك حصانك أنصنته صانك. شكرا جزيلا لمن تابعنا وشاركنا، وشكرا على هذه الدقائق وساعتين مدقائق يعني قضيناها معكم، وإن شاء الله مثل ما احنا استفدنا من مداخلاتكم أتمنى أن تكون أيضا الفائدة وصلت إلى المستمع الكريم. الأسبوع القادم نلتقي. أجمل تحية أبو محمد الشيخ سالم النعماني الحبيب. بارك الله فيكم، وبالعكس أنا ولدكم. شكرا جزيلا. سلطان المعمري كل التحية لك. وهناك واحد يحرص عند أخبار رياضية، أحمد البريكي. هذه تحياتي أنا خالد الزجالي. عمان أمانة، فحافظ عليها وكن ساعد بناء لا معول هدم. تصبحون على ألف خير. روحي بدني لك يا وطني، روحي بدني لك يا وطني، مكتوب بجبيني أشواقي وحنيني، مكتوب بجبيني
أشواقي وحنيني لك يا وطني لك يا وطني لك يا وطني. وطني في وجداني كدمي في شرياني معه أصنع حلمي بهنايا وأحزان. وطني في وجداني كدمي في شرياني معه أصنع حلمي بهنايا وأحزاني. وله أقسم أني سأحرك جنحاني وأطور من نفسي ليطور أوطاني. وله أقسم أني سأحرك جنحاني وأطور من نفسي لأطور أوطاني. أرقى علما أنا أرقى أدبا والوعي خطاي من أجل بلادي سأنمي فكري فكري ورواي طول العمر كفاحي